السلام عليكم فراشاتي، كنتمنى تكونوا بخير في افضل الاحوال ان شاء الله. قصه كامله كنتمنى انها تعجبكم ولا رضا ديالكم. خليوا لي الاقتراحات ديالكم، القصص اللي بغيتوا، الاسماء ديال الابطال، الشخصيات في لي كومونتير. كنتمنى من الناس اللي مازال ما شاركوا في القناه يشاركوا، لان تقريبا راه 56% من المشاهدين المتابعين ديال القناه مازال ما شاركوش. شاركوا فعلوا جرس ديال التنبيهات باش كل ما نزلت بشي قصة يوصلكم الإشعار ديالها إن شاء الله. وإن شاء الله تعجبكم هاد القصة، ولا عجبتكم خليو ليها لايك، خليو ليها تعليق، تعليق فيها الذكر، تعليق فيها دي زيموجي، تعليق فيها كلمات نقراها إن شاء الله كاملة نشوفها. كنرحب بجميع المشاركين الجداد، جميع المتابعين الجداد اللي كنتمنى أن تعجبهم القناة. وشكرا حتى للمتابعين ديالي القدام لي هذين عليا، كنحس بهم من العائله ديالي، العائله ديال القناه. شكرا لكم على التواصل الدائم ديالكم، على الدعم ديالكم الدائم للقناه ودعم القصه. فاش كتوصل للمرحله ديال انك تكبت المشاعر ديالك، ما كتبقاش تحس بالالم. هادشي اللي وقع ليا دابا. انا ايمان عندي 24 عام، بنت زوينه، عوينتي كبار كحلين، شفار كتاف حجبني مقادين، والفم صغير، البشرة ديالي بيضاء، أما شعري طويل واصل حتى الخصر ديالي، وقوي تبارك الله. الفورمة مقادة عندي، الخصر بارز والصدر بارز، والكرش مكيناش، والطول عندي هو هذاك. ساكنة بوحدي من بعد ما الوالدين ديالي ماتوا في حادثة سير. مع الأسف العائلة ديال ماما تخلاو عليا، داكشي علاش عايشة بوحدي وغير عمي اللي بقيت فيه وداني للدار عندو. لكن مراتو كانت كتعامل معايا خايب، ولدهم اللي كان كبر مني كان ديما كيتحرش بيا، لدرجة واحد النهار حاول يتعدى عليا كل ما لطف الله، كون راني فقدت أعز ما عندي اللي هو شرفي. هربت من عندهم وديت كندور في القهاوي والديور وحتى الفيلات، على لقى شي خدمة والحمد لله لقيتها في واحد الفيلا. خدموني كيتعاملو معايا مزيان، دابا شهرين باش خدامة معاهم. شهر الاول جلست عندهم وهم ما قالوا والو، الله يجازيهم بخير. ولكن غير تخلص مشيت كريت واحد الميت، المهم بالصوره والحمد لله. العائله ديالهم كتكون من سي احمد ولاله نعيمه وبنتهم ساره، هي قدي في العمر وزوينه بزاف، ولكن كنبقى انا احسن منها كم انا متواضعه. عندهم شي ولدهم ما كنعرفوش حيت ما كيجيش عندهم، كيجيش الفيلا نهائيا على ما سمعت عنده شي مشكل مع با. بقيت كنعاود لكم ونسيت راسي غنسطر على الخدمه. تقعدت دخلت دوشت غسلت سنيناتي، لبست حوايجي سروالتي وقميجه كحله وسبريله كحله، كنلبس عادي حيت اصلا ما عنديش شي حوايج، هادو غير شريتهم من البال. درت مكياج خفيف، جمعت شعري كوت شوفال وخرجت كنجري حيت مبقاوش عندي الفلوس، ما بغيتش نتعطل. ولا كتجري بان ليا واحد الشمكار هاز موت على واحد البنت وهي كتبكي، يمكن بغي يكريسيها. وبنادم كيتفرج تفو على شعب. وقفت كنفكر اش غادي ندير، حتى كتبان ليا واحد الحجره شويه كبيره هزيتها وانا نشير عليه، جاتو غير في العين، شد في عيني اللي باين تقبتها ليه كيغوت وكيعاير. اما البنت شويه كانت غتمول في سروالها، قربت جيتها اختي بلا ما تخافي راه بحال هادو ما كيقدو على والو. البنت مازالها كتبكي، شكرا اختي كون ما كنتيش كره خسر ليا وجهي. انا جاوبتها هو دابا هو اللي خسر لي وجهو، وطارت ليه العين. شويه تجمعات الجوق علينا وهو كيغوت وكيقول لهم بغات تقتلني. شوفوا فاش البنت كانت كتشفر حتى حد ما بانت لي دابا عاد جاي، حتى تضرب هو عاد جاي كيتخيبراو. الناس عيطوا لامبيلونس والبوليس، بغيت غير نمشي شدوني. قال لك حتى يجيو البوليس، ناري الخدمه مشات. قررت الارض انا وديك البنت طلعت خوافه، بقينا شي 20 دقيقه عاد جاو البوليس. اما لامبيلونس كرها ما تجي حتى يموت. البوليسي شكون فيكم اللي ضرباتو؟ انا ولكن قاطعني حتى الكوميساريه ودوي دابا يلا زيدي معانا. شنو هو ما عندهاش مالك كتنفخ؟ البوليسي غتزيدي معانا ولا نوريك تنفخ؟ وهادي واش معاك؟ وشي يدي على البنت؟ انا لا ما كنعرفهاش. غمزتها باش تمشي بلا ما يجرجروها في الكوميساريه، بركه غير انا اللي حصلت، بغيت ندير الخير صدقت فيهم وعلى دريه.
شكرتني غير بعينيها ومشات. البوليسي يلا بلا ما نسعى نملو العنف. انا اوف ركبت معاهم في الصافات، كان فيها واحد الولد كل خطوطه وبنت نصاريان ومجيره وجهها كيف الشيخه. واحد الشارع بقى كيحنزص فيا، محملتش راسي اخر يامي وليت حبيسيه. وصلنا نزلونا ودخلونا الدنيا عامرة بحال ليلة المغاربة، كاملين مجرمين والصداع والغوات. وقفونا في واحد القنت حدا تواليت حشاكم. تعصبت صبرت حتى عييت، ولكن ديك الريحة دوخاتني وانا نتفرج على داك البوليسي. واه بنادم واش من نيتك موقفني بحال الا قاتله روح حدا هاد الخنز، مالك كتدوخ ولا شنو؟ البوليسي احترمي راسك في الكوميسارية. انا ومن بعد مالك غتحل؟ بقى ما كملتش هضرتي حتى كنسمع ثقيل وشي حد صوتو كيزعزع هضر بالجهد، حتى كنت غنطلق في سروالي. واش كاين السيم هنا ولا شنو؟ شكون هاد الموسخه اللي كتغوص هنا؟ البوسي كيقفقف. سي مروان هادي ضربت واحد السيده بحجره كانت غتقتلو. فاش دوا البوليسي عرفت بلي هاد بنادم كان قاصدني انا بالموسخه. وانا ندور ناوي على خزيت، ولكن تصدمت ملي شفت ملاك عباد الله الفورمة عنده قادة طويل ومقدر والشعر كحل بحال الليل وعينيه كحلين ورموش عنده كتاف وطالعين بحال الليل داير ليهم ريسين وسمر شوية والحية متراسية. واعر واعر البنات، ولكن دغيا تفكرت ديك الموسخة اللي قال. واخا كنشوف بنادم مخلوع حتى انا دار فيا الراه، ولكن سنطيحة كاينة. كاين شي موسخ قدك تفوه مع من عايشين في خاطري. كنقول يا ربي غير دوز ليا بخير. عويناتو حمارو ما داواش دواش هز يدي وعطاني واحد صرفي، قال دوك الخباطات الله يعطي شي مصيبة والهرس والشلل فيهم. حتى بديت كنحسب النجوم، وليت كنشوف غير بابا وتشرح ليا فمي. مروان بحدة جيبوها للبيرو نشوفو هاد الزارة ديالها فين جايبها. انا بصوت كان مسموع تشك في الراس يا المصيبة. داوني عندو كان جالس في جنب ديال البيرو، دار ليهم اشاره بصبعو باش يخرجوا. وانا مع هيات مشيت جلست في الكرسي بلا ما نشعر. قلت الله على راحه، ما حسيت براسي حتى جاتني واحد القرعه ديال الماء للراس. الحمد لله ملي ماشي جاز ما كرههم كيترحموا عليا. اي راسي مروان واش قلت لك جلسي؟ لا علاش؟ بغيت نحسبو اليوم غادي يقتلني، ولكن في سبيل ديك التخنزيره اللي عنده نقدر نستشهد. نهضت من فوق البيرو وجا جيتي جرني حتى وقفت وبدا عليا بترفيق لا كروشيات وقلت ليه العذاب ياك ما كيحسب لي انا جونسينا وراني غير بنادم. وها بنادم بقى كيخبط فيا حتى تحت الارض، ولكن كاع ما غيبت غير وجهي كاع وجع دمعيات زاد جهرمي شافني كاع ما بكيت. من نهار شفت والديا ميتين تصدمت، مبقاوش كيخرجوا ليا الدموع. هو يبدا يركل فيا برجليه كيعاير صافي ودني تصمكو، بان ليا الباب تحل وانا نغيب. تحل الباب دخل صاحب مروان مراد، مين شاف حالتي تخلع بقى مستو. مروان مالك صاحبي درتي البنت هكا؟ راه الا وقعت ليها شي حاجه غادي تخرج على خدمتك. مروان هي اللي عصباتني، ما عرفت كيفاش كتجرأ وتغوت عليا. المهم انا غنديها للسبيطار وليت نضبط القضيه ديالها. مروان اوكي نخليو مروان يهضر شويه. انا مروان العمراني عندي 30 عام كوميسير، شخصيتي صعيبة وصعيب في التعامل ديالي، عصبي بزاف وكان بغي الانضباط وما كان رحمش اللي كيتعاون في خدمته. اما شي حاجة سميتها البنات فانا ضارب عليها. كنت بغيت مرة وحدة وطلعت صغدارة ما كتسواش. اصلا البنات بحال بحال كلهم كيبغيو غير مصالحهم. اليوم فقط ناشط كيف ديما، درت سبور لبست حوايجي مشيت للخدمة، حتى كانت مع واحد البنت كتغوت على ياسين دري خدام معانا. تعصبت ومع ذلك حاولت نتحكم في راسي، ولكن البرهوشة كتقطع وانا دابا وحلت فيها. بغيت عليها بالعصا حتى غيبات اللي ما فهمتش علاش ما بكاتش. المهم ديتها للسبيطار داروا ليها اللازم. بقى ناعسه بحال شي ملك زوينه. اوف شكل خربق. مروان اسمحي لي اختي متى غتفيق؟ الممرضه حتى الغدا حيت عطيناها شي مسكنات على قبل الالم. مروان واخا شكرا. الممرضة العفو مشيت بحالي للدار وبالي بقى معاها، ما عرفتش علاش ندمت حيت درت ليها هكاك. كيف ما كان الحال هي غير بنت. كان حل عويناتي بزاف وكيبان ليا كلشي ابيض. عاودت غمضتهم عاد تفكر داكشي، بديت كنلقى في وجهي كيضرني. اي
اي خاله بشار زرقني كامله، نار مي خاصني نعلق ليه عاود يجي يكمل عليا. صراحه فرحت من عصبتو بوغوس بجد. المهم داها فيا حيت سيرو من ايدي حتى تردم، خرج كنتسلت مع الليل. ما خرجش من داك السبيطار حتى شهدت، بغيت نشد الطاكسي ما عنديش الفلوس. المهم ضربت ديك الطريق على رجلي، واخا الجهد ما كاينش اش ندير، داك الحمار سخسخني الله يعطيه الجربه. وصلت للدار بغيت نقول البيت اللي كاريه بدلت حوايجي، جاني الجوع ما لقيت ما ناكل. نهار كامل ما درتش النعمه، فكرشي العصافير واتني بيت زعزع. ايوا حتى كانت مع الدقان قفز من بلاصتي، خفت غير يكون داك العملاق جاي يكمل بمتا. انا شكون؟ رقية مولات الدار، حلي راه غير انا. حليت ليها الباب وانا مخنزرة، واش خالتي تسطيتي ولا طالعة عليا السخانة جاية عندي في هاد الوقت؟ شو تسكتي ليا القلب، اش حب الخاطر بعدا؟ رقية اسمها ياسا، هادي دار محترمة، الا كنتي ما غتجيني حتى لصلاة الليل غير جمعي قلعك وخرجي عليا. شناهو مالي انا كنسعاك راه كنخلصك، وزيدو ماشي الخاطر تعطلت راه كانت عندي الخدمة. رقية انا دابا دويت وما تلومي غير راسك، وهاكي هادي ديريها لوجهك باش يتفش. قال والله شكون دار لك هاد الحاله؟ انا هاد النقطه ربي يخليك ليا، انتي ظريفه والله. رقيه وصافي ما دانيا وسمى تغادى. خالتي واش عندك شي حاجه تسكر؟ راه ما واكله والو. رقيه اش درت في حياتي حتى تبلت بك؟ زيدي طلعي كولي وهودي وغبر عليا كمارتك، وهضرتي ما نعاودهاش. تعطلي مره اخرى تلقاي شراوتك في الزنقه. انا واخا ما نعاودش. طلعت عندها حطاتني ياكليت حتى شبعت، شكرتها وهو سبحانه لبيتي. هاد رقية واخا كتبغي تبي راسها قبيحة، ولكن راه القلب كبير. درت البوماد اللي عطاتني وحطيت عييت، حطيت راسي على المخدة وانا نمشي لسابع نومة. أصبحنا وأصبح الملك لله. كنفيق على المنبه مع 8 الصباح، طفيتو وبغيت نكمل نعاسي وانا نفكر الخدمة، وما قداش ولكن بزز مني. نط كيف ديما دوشت، غسلت سناني ولبست سروالتين وقميجة بيضة وسبرتيلة كحلة، جمعت شعري درت شوية المكياج غير باش نضرك ديك الزروقية، ولكن باقا باينة. خرجت كنحس براسي عيانة، ما قدرتش نضرب ديك الطريقة على رجلي بعيدة بزاف. شديت طاكسي حتى قربت الفيلا وقفتو، درت راسي كنجبد في الفلوس وانا نعلق جرية وحدة، مبقيتش شفت موراي حتى الفيلا. وصلت كنهج سلمت على بعباس لعب الاساس ودخلت، مشيت مباشره للكوزينه لقيت مي خدوش طالع لي الدم. هاد مي خدوش هي اللي كطيب ليهم، مي كانت صغيره وهي خدامه معاهم، وصاره كتقول ليها دادا حيت هي اللي كانت كتقبلها فاش كانت صغيره. خالتي السلام دارت عندي ويلا غتبدا تسب فيا، شفت وجهي وهي تصدم. الله يا بنتي الله مالك في وجهك، شكون دار فيك هاد الحاله؟ انا واحد الكلب مسحور يا خالتي. خدوش هذيك شنو ولا عاودي ليا شوقع؟ والو غير طحت. خدوج ايمان عاود ليها كل شيء وهي التسعير تفو هاني ما بغيناش. نعيمه ويلي حي ما كتعرفيش تدخلي سوق راسك شي نهار، جيبيها في راسك امي بزاف البنت ما كتحشم ما تربش. انا راه جايبها في راسي، ولكن امي خدوج راه طحت فيه. خدوج اويلي طحتي في الشفار ولا في الكوميسير؟ عرفت عليه كدير في سر بزاف. خد جواسير يصير جميع البيوت هي مرونه قبل ما نجي نفلحسك. واخا مي خدوش واش ما كاين حد؟ خدوش لا راه مشاو لفرنسا البارحه على قبل العرس ديال ولد صاحب السي احمد. واخا انا نمشي نجمع الروينه وغير بشويه عليك راه باينه فيك لهيا. مشيت جمعت البيوت كاملين وصيغت مسحت الغبره. المهم رجعت الدنيا كتشعل وانا وليت كنقلب ريحه العرق، ولات حالتي دوشت وكنحس بالدوخه. مشيت للكوزينة عند مي خدوش، مي خدوش فيا الجوع واخا تحط ليا ناكل، ياك ما يحسب لك خدامة عندك ونوضي حطي بوحدك. عافاك راه مبقيتش قديت عييت. خدوش ونوضي بركة من تبوحيط. انا واف نطلقيتها طيبة الحوت وصلات، حطيت ليا غير الحوت في طبسيط يلا هزيتو وهي تشدني الدوخة، طيحتو من يدي وكنت غنتبعو كل ما شداتني مي خدوش. بسم الله عليك يا بنيتي راك مريضة بزاف، قلتي استراحي. جلس في الكرسي وتسكيت على الطبلة باش تمشي الدوخة، وشوية دابا شوية بلا ما تخلعي يلا غير سيري الدار تاحي، وصل راك كملتي خدمتك. واخا انا غادا
لبست حوايجي وخرجت، وكل خطوه كندير فيها ساعه بحال الفكرون. نسيت، ما قلت لامي خنتوش تعطيني شي 400 شد غير طاكسي. بغيت نقول بشي واحد بحال الصباح، ولكن ما عنديش السفر باش نجري. سيرة مروان والله يلقيها لك. حنت مروان فقت صباح معصب وبحملش راسي على داكشي اللي درت لديك البرهوشه. دوشت ولبست حوايجي، خرجت من الدار بلا ما نفطر. مشيت للسبيطار باش نشوفها، ولكن ما لقيتهاش. مصيبة هربات ناري، ونشدها نعاود ليها الترابي. مشيت الخدمة وانا حاقد، عيت على مراد يجي عندي. مروان دخل. مراد صباح الخير صافا؟ مروان ما صافا والو صاحبي. امالك عاوتاني؟ مروان البرهوشة هربات. مراد وفين المشكل؟ مروان موطن حيد بعيد عليا. تصدق داير فيك شي مصيبة؟ واش انا محصب وانت كضحك؟ مروان ياك ما طحتي فيها. خنزرت فيه هو يسقل. مروان بغيتكم تجيوها من تحت الارض اليوم تكون عندي. مراد كيف نديرو ليه؟ احنا ما عرفناهاش، تسميتها ما عندناش. ضرب يدو على الميرو. واش كدوخ عليا دريا؟ شديتوها وجبتوها حتى للكوميسارية، حتى تحقيق الهاوية ما درتوش ليها. مراد وانا ما كنتش صاحبي، راه كنت في المهمة ديال دوك البزناتة. مروان ونوض نوض غبر من حدايا، كندفعو في حتى زبلة. خرج مراد وانا بقيت معصب وكنفكر فيها، حيدت من بالي. ما عرفتش علاش، واش بقات فيا حيت ضربتها ولا كيف قال مراد؟ كنت حس لا لا مستحيل، صار الخدمه ما قدرتش نركز فيها. اوف جاري العطش، ما عنديش الفلوس، خدوه تحراميات شويه. طالعاش ما طالعاش، بان لي واحد القهوه دخلت وجلست فيها. لي عندي سرباي انيسه، شنو تشربي؟ بغيت كافي كريم وقرعه ديال الماء. سرباي اوكي. خويا واش عندكم بتي با شوكولا؟ السرباي وي، واخا جيب ليا زوج. السرباي مشى وانا تكيت شويه على الطبله حيت سخانه شدات فيا ديال بصح. جاب ليا داكشي اللي طلبت، كليت ومشيت للطواليت حاشاكم. قديت حاشي وغسلت وجهي، رجعت لبلاصتي بغيت نوض نجري، ولكن الدوخه بنت الحرام حل الفات لا تخليني. داكشي علاش شديت في كلشي نستغلو المرض. اي حتقوني وعباد الله، حتقوني كنموت، عطوني بتي با قديم. وتسرحت ليهم في الارض وكنغوت. كاع لي في القهوة تجمعو عليا وكيعايرو في السرباية، وصحاب القهوة شوية ويجي الباترون ديالهم. اش هادشي؟ مالك اختي كتغوتي؟ راه باينة كتبتلي بحال هاد البلانات عقلاب يا غير نوضي، بغينا كاع فلوسك. عقدت بيهم على نوريك، لما خرجتش منك راك مسميتيش ايمان القرض اللي حطك. انا وكلشي وعتقوني الموت عباد الله الموت. الباترون كيغوت، واش وحدة ضرها كرشها؟ حتى دمعها مع بطاطا ونوضي لنصدق داير فيك شرا يدي. قلت خويا واش معقلك؟ شوف وجهها كيف صور وكدير عندو، مثل كتحل فمك. البنت انا غنعيط للبوليس، هادشي بزاف. قلت عيط ليهم وانا نعيط لومبيلونس. اويلي حي على البوليس. قفرتها ثاني. الباترون واش بعقلكم؟ اش من البوليس؟ واش بغيتو تخرجوا لي على السمعه ديال القهوه؟ الولد وانتوما كتقتلوا في الناس، ماشي حشومه هاد الحاله اللي درتو للبنت؟ هاي كلشي خويا صافي، اخلي انا غنمشي بحالي من الله، واخا هما سموني ولكن ما نبغيش ليهم الضرر. بديت كنوض بشويه وشاده في كرشي. الله يسمح لي، راه غير العطش اللي دارها. الولد لا اختي جلسي حتى يجيو البوليس ولا لومبيلونس. جلسي جلسي اختي، راه ضروري يتربوا على هادشي. الراجل هما البوليس جاو. ناري ميمتي اش ندير دابا؟ حصله خايبه غادي تفو، ما لقيت ما ندير من غير نكمل الاسبوع حيت حتى نشوف هادشي فين غيخرجني. دخلوا البوليس، كانوا زوج مبوترين واعرين، ولكن اللي فرشخني حسد منهم توحشتو. ولكن امنيتي ما نتلاقاش به حيت الا لقاني غيدبحني. البوليس الاول نعم، شكون عيط لينا؟ البنت انا سيدي. البوليس الثاني شنو واقع؟ راه عطاوها داكشي قديم. المهم البنت عمرات لهم الطوسي من نيتها. هادشي علاش كنكره هاد البلاد، كيدخلوا ريوسهم في شي حوايج ما عندهم بيها حتى علاقه. اما داك الولد دار فيها الشهامه وداكشي، صراحه داروا معايا مزيان والكلاخ. حبس الضحكه غير بزز وكنغوت بكلشي. البوليس الاول كيهضر مع الباترون، سي محسن انا كنعرف كلشي ماشي ديالك. احليت عينيا حتى كنت غنخرجهم من بلاصتهم. هذا كيعرف البوليسي ايمان مشيتي فيها؟ شاف فيا الباترون واحد الشوفه بحال الا تيقني حيت انا اصلا مريضه. دخلت ليه الشك في راسو. جرى البوليسي بداو كيدو بيناتهم، والبوليسي الاخر فرتك الجوقه بقيت حاضيه حتى كيبان ليا
ديال داك الباترون عطى الفلوس للبوليسي. صافي تما عرفت القضيه فيها باك صاحبي، ولكن مع ابن عمو لما شوهتكمش اجيو حتى لو جيو تفلو عليه. جا عندي داك اللي خدا الفلوس جرني من يدي حتى وقفت وقال لي غتفضلي معانا بتهمه النصب. نعم جدي، البوليسي غتجمع فمك ولا غنوريك جدك كاش كيسوى. انا نجمع فمي ياك؟ البوليسي الثاني هني نانتي وتحركي. قلت له النصب انا نوريه لامكم النصب كيف داير، ياك ما يحسب لكم حيت الدريه غتلعبوا عليا. البوليسي الثاني هضر في اللاسلكي وقال لهم اش واقع. عند مروان غارق في الخدمه من الصباح، وانا من هذا الحدا بلاد مضارب على والو كيجي ويصدعوا لينا راسنا حتى كيسمع الدقان. تفضل ياسين، شاف كاين مشكل في القهوه بلاي اللي في الشارع والضباط كلهم شغولين، معاك انت كلفتيني بقضيه القبض وخا جلسه حتى تجي. مروان لا لا كمل خدمتك، انا غنمشي نشوف اش كاين من هنا ناخذ قهوه وشي حاجه ناكلها. ياسين الشاف فهادو ما كيساليوش، نمشي نشوف اش وقع في هاد القهوه. هزيت لافيس ديالي وسوار الطوموبيل وخرجت. دورت عيني في القهوه بانت ليا خاويه كتصفر حتى الكاميرا ما فيهاش. درت شفت فيهم وانا نبتسم ابتسامه شريره، بديت كنقطع في حوايجي وكنغوت عتقوني وكاع داكشي اللي كان في الطوابل شخشختو وضربت ايدي بواحد الحاجه زاجه ديال الكاس. المهم رجعت راسي ضحيه ديال محاوله اغتصاب وخنزرت فيهم. انا شفتي ديك التشلايبه وليداتي سيري ديروها على امكم لولداتكم ماشي عليا، ودابا فكوها بغيت تلصقوا ليا النصب. لا غير بلاتي تسناو وغتشوفوا اش غيوقع. صراحه انا بروشه في تصرفاتي، داك الرشاوي تعصب وجهي قاصدني ناوي زرقني يا شاعين، وانا نحلق وكنغوت بالجهد في القهوه والناس واقفه على برا كتفرج حتى حد مقدر يدخل. دوك السربايه كانوا جراو عليهم برا. صافي واحد اللحظه بانت يا الضباب وقفت ويشتني من شعري ورك عليا حتى ضربني. دوروني عندو انا غمضت عيني حيت عارفه غيضربني، يلا بغى يصرفقني حتى كنحس ميه طار من حدايا. حليت عيني بالزربه لقيتو البوكوس مخنزر وعيني حمرين. واو البيبي ديالي معصب، فرحت وخفت. المهم بلاصتي ولا عندي في قلبي. مروان كيغوت دابا غتشرحوا ليا اش واقع دابا؟ تفوس امك اللي بغيت ليه الحلاقم. البوليسي الاول الشاف هادي راه فاتت الحدود بغات تنصب على السيد وعاد كتهمنا بمحاوله اغتصاب. مروان بدا كيطلع ويهبط فيا، حيد لافيست لبسها ليا وسدها. مروان وهاد الحاله اللي فيها شنو؟ واش هي اللي دارتها فراسها دوي؟ البوليسي الثاني وي الشاف راه هاديك شيطانه وكتبيا البراءه. مابقيتش كنشوف فيهم مزيان، بدات الصوره كتضبب ليا ولكن كنسمع واش كيقولوا. بلاتي يا ايمان طحيش حتى تفرشي القضيه ديال الرشوه. شديت في مروان كاليت بيه هو وعارف باش بلا ما دار حتى حركه. انا كندوي بشويه وكنشوف لي في عيني اللي دوبوني قلب ليهم جيوبهم داك المسخ هذا من الفلوس باش يتسترو عليه، بغاو يتداو عليا. مروان فشلت مع غنطيح شدني من الخصر ديالي صافي غيبت. عند مروان، مروان ايه هو فيقي مصيب هادي. طلعت راسي في هادوك. مروان حسابي معكم هو الاخر. هزيتها وديتها للدار عندي حيت خفت لا تعاود تهرب. عيطت على طبيب قال لي غير العيا قلت الماكله اللي خلاو الحراره ديالها كترتفع. حقنها بواحد المرا داوى ليها الجرح اللي في يدها وكتب ليها شي دواء نشري ليها ليل كامل، وانا جالس حداها كنتامل فيها كتبان مهلاك وهي ناعسه. دوس يدي على وجهها وحطيت صباعي على فمها اللي من فوق بلا ما نحس. قربت ليها ولكن دغيا بعد ما عرفت فاش كنت كنفكر حتى درت هكا. خرجت من البيت وتكيت في الصالون بغيت يجيني النحاس. مروان مالك كتفكر هكا؟ كلهم بحال بحال ولكن هي في شكل حركات فيا شي حاجه لداخل. بقيت مضارب مع راسي كنحاول نستوعب هذا الاحساس. انا ماما ماما بابا نوضو دوي معايا بنتكم انا عفاكم عمي انا لله وانا اليه راجعون. انا لا مروان سمع صوت صانت كيجري البيت تلقاها جالسه حتى ايدها بتوجع على صدرها وكتنهش وعرقانه. جاب ليها الماء هاكي شكرا. خديت من عندو الماء يدي كترعد هاد الكابوس مبغاش يخليني. مروان واش حلمتي شي حلمه خايبه؟ احلمت بك كضربني. مروان شو سميتك اختي؟
ما سمعت ديك اختي الريق بحال ليا وديتي كحب. شو واش مريض هذا ولا مالو؟ شنو دابا انا اختو مروان؟ مالك؟ والو مروان. شنو سميتك؟ ايمان. مروان اسمعي، غتبقي هنا حتى تبراي، وديك الساعه سيري بحالك. ولكن باقي نعرفك، درتي شي مصيبه ما نعقلش عليك. انا لا غير يطلع الضو بشي بحالي، راني خدامه. مروان ما عندك فين تحركي؟ طب بقى لك خاصك الراحه. انا والخدمه. مروان فاش خدامه؟ شنو هو الصوت؟ نقول لك خدامه في الديور شو؟ هلا لا، الكذب هو الحل. خدامه مع عمي في واحد القهوه. مروان واخا تعطيني العنوان نمشي نهضر معاه. لا ما بغيتوش يعرف، صافي انا نبقى حتى المره. مروان يلا نعسي دابا باش ترتاحي. صباح على خير. اصبحنا واصبح الملك لله. فرق الصباح كانت كسال، الله على راحه. تقعد سديت عليا الباب، دخل الدوش حيت الدوش عنده في البيت. خرجت عريانه كندور في البيت، بدي بلاكار خديت منه الفوطه، مسحته كانوا شي حوايج ديالو هو. خديت السروال كيت مال بسو كان كبير، ديتو من التحت ومن الفوق زيرتو بالسير ديال سبرتيلا، وحد تيشيرت في البيض زوين عنده الطوق والصحراء. خليت شعري مطلوق باش ينشف وخرجت من البيت. لقيتو ناعس في الصالون ومعدب مسكين، معاه هو عملاق كاع مقداتو الفوطي. وخبروا ليا شي بيوت اخرين، برد ما عنده كبيرة قرب صحنا زيت فيه شوية، قرب حتى لحدا ودني ونغوت بالجهد حتى صمكتو مسكين ما تقافز. واش انت مسطية ولا مالك؟ اسمح لي غير بغيت نضحك معاك. وماشي ضحك هذا زيدون، اش بيني وبينك تضحكي معايا؟ انا تفو، انا اللي حمارة بغا نضحك معاك، ناني ما عرفتو كيف دار. نهض عطاني واحد التمرميقة حتى حسيت بتريسيتي في وجهي. هذا باش تعلمي الطفل على سيادك. انا انت سيدي انا. تفرقات بالضحك، هو كان غينفجر بالعصب. بقات الضحكة بغات تحبس ليا، هو يشدني من شعري وجرني جهتو حتى حسيت بالزغب ديال راسي غيطير. كنا قراب بزاف، والله ريحتو كتحمق. سينا فعدياتنا شوية، المهم حتاج بعت فيه شوفان، درت ليه سكانير وانتحر بحتى هو تصعد في عقد بيه. خفت نصدقو في شي كانو شي مكان وننطق أي الزمر واحد سيدي مروان سيدك وبزز منك تحترميني، تعاودي تهزي عليا صوتك نهرس لمك داك الفم اللي عاجبك، راه بنتي هي كتقلبي عليها. عصبني تفو من نيتو هاد بنادم قال لك سيدي لوها نبك. خنزرت فيه مزيان، طلق مني يا مروان. لا شنو غادي ديري؟ يلاه وريني. وطلق. لا انا وطلق ما بغيتيش. مروان وطلق حتى تقولي لي اسمح لي. مع قريبه ليه درت يدي مورا عنقو وجريتو عندي، قربت ليه. كانت اول قبلة في حياتي. اما سيدكم مروان حل عينيه حتى قلت يخرجوني من بلاصتهم، ما عرف باش تبلع دفعني حتى كنت غنطيح. ضحكني، واش مالك؟ واش حماقيتي ولا مالك؟ ها انت طلقتيني مروان، انت مصيبه، انت هذاك الجمال كامل مصيبه. وبديت كندور حركات زعما شوف الزين كي داير. مروان بقات في الزين والعقل فينا، هو ضربني بصبعو الراسي. مشى معاهم، قصد الوالدين ديالي. مروان شكون؟ العصافير. مروان بدا كيضحك، ما عرفتش علاش ولكن فرحت ملي شفتو كيضحك، حتى انا بديت كنكركر معاه. مروان ما ضحكش معاك، كنضحك عليك الهويله. انا عليها؟ شكون قال لك لبسي حوايجي؟ كنضحك على هادو، ما لقيت ملبس وكان خاصني ضروري ندوش. اسمح ليا، شاف فيا وما جاوبنيش، مشى للدوش دوش ولبس حوايجو. جفن لبس سروال كحل وتيشيرت ابيض وسبرديلا بيضاء وطلع شعره. اما واحد الريحه نشموها مره راس الدرب، يلا اي خرجوا. مشيت كنجري، جريته من كتفو. زعمت مروان مالك فيا الجوع؟ ما كاين والو في الدار. بغيتي نخرجك تفطري ولا كاين؟ شوفي حالك. انا عادي. مالك كما تسوق عادي؟ مروان لبسي في رجليك ويلا نفطروا. لبست سبرديلا ديالي، هبطنا ركبنا في الرونج ديالو. هاي هاي مرفه هذا. مشينا لواحد القهوه زوينه وكلاس، دخلنا جلسنا، جاب لنا السربايه داكشي اللي بغينا. انا واخا مشيت للتواليت، مروان سيري. مشيت غسلت وجهي وتما لقيت واحد زوج بنات بداو كيطلعوا كيهبطوا فيا وكيضحكوا. خنزرت فيهم وخرجت. جلست في بلاصتي مع الصباح، ما رضيتش، كنت غنربيهم ولكن معايا مروان. خفت نقتلهم يصدق قاسني، ما كنحملش يبقى عندي الصرف.
اوف برت غدايا غير في الماكله. مروان مالك؟ انا والو، بلا ما تعصبي دوي، بغيت نجاوبو. هي تجي وحده من هذوك البنات وقفات علينا. ديك البنت شوفي، واخا نقول لك شي حاجه، مروان كاع ما هز عيني فيها وكمل ماكلته عادي. انا وي مرحبا. البنت كتبني بحال شي طلب بهاد الحوايج، الا بغيتي نقدر نعطيك شي حوايج قدام عليا. دورت وجهي جهه مروان، لقيتو هز حجبانو بين ما عجبوش الحال. دوي معايا هكاك، انا ما غنديهاش فيك الكبيده غير كضيعي في الحجره. البنت كيفاش؟ كيف سمعتي يا بابي؟ عيط للسرباي. خويا عافاك؟ السرباي نعم اختي. هادي قهوة ولا سوق؟ شوف هاد الحشرة معرفت مالها مرطانة. البنت كتغوت. الحشرة؟ الحشرة هي يمك، شوفي غير حالتك الميكروبا. بقى فيا الحال حيت بدات ماما، ولكن جات فوجا مروان اما نوريها وجهها في المرايا. شفت فيها ودويت بشوية وكان عجبوها بابي. تعصبات هي تسكات ديال الما اللي فوق الطبلة ديالنا خواتو عليا، حتى شهقت معاها كان البرد. البنت دابا مزيان؟ حطات الكاس وتما تغاضى. اما مروان ما دواش، يمكن بغى يشوفني اش غندير، ما عرفت لطاسيتو فاش كيفكر. انا هيهو دارت عندي وانا نهز داك الكاس بالزربه، هرستو الماء فوق راسه. انا دابا عاد مزيان، كلشي بقى مصدوم. والدريه طايحه في الارض غارقه دمعيات. مروان تصدم، ما كانش متوقع مني يدير هكا. جربني من يدي حتى درت عندو، عطاني واحد مرميقه وحتى بان ليا تعصب بزاف. ورا لاكار ديالو صحاب القهوه وطلب منهم يتساو اش وقع. هز البنت من ايديه، انا تابع حتى ركبها في الطوموبيل وركب مشى. مرضاش شاف فيا، انا بقى في الحال بزاف حيت تعامل معايا هكا. هو الصراحه راحه جاتني الغيره، علاش هزها؟ هو ديالي بوحدي ولا يكبر بصح؟ انا بحال الطلابه زعما تكون عجباتو ديك السفريطه. لا محال، اويلي تفوه كره غيديها لدارو وينعس في البيت ديالي. فيق يا الزمره، مين جاك داك البيت؟ بقيت واقفه في بلاصتي كنهضر مع مخي بحال مصديه. وليدات كيشوف يقول الله يستر. عند مروان الصباح ملي باسني برشاتني بسخوطه، ولكن مبغيتش نزرب داكشي علاش دفعتها. مشينا الفطرو ساعه ندماتني على الساعه اللي خرجت معاها. وضربت الدريه بالكاس حتى كانت غتقتلها. صرفقتها وهزيت البنت وديتها للسبيطار داو ليها الجرح. طبيب انا غنتصل بالبوليس، هادي راه محاوله قتل. جبت الباتش ديالي وريتو ليه. مروان معاك البوليس، دير خدمتك صافي. طبيب اوكي اسمح لي ما عرفتكش. البنت فاقت ودات كتغوت وكتبوحط. انا غنصيفطها فين تربى المجرمه؟ يا راسي شديتها من الفك ديالها. عندك الزهر من ما خسرش لك وجهك، دا محشمي بهنينة. البنت شنو كتجيك ديك الموسخه حتى دايره على هاد الحاله؟ زدت وركت لها على الفك ديالها. سمعيني مزيان، الا حاولتي ديري شي حاجه غندمك على النهار اللي تديتي فيه، وهاديك ماشي مسخه، راه انت الميكروبه. بدات كدمع، طلق مني شوف اش دارت ليا، شوي بتقتلني. درت يدي في جيبي وتميت غادي حتى وصلت الباب ودويت. ولا حاولتي ديكلاري القضيه غندمصها، وانا اللي غنكمل داكشي اللي بدات هي. واش فهمتي؟ البنت فهمت، حتى وقف عليا هداك السربايلي في القهوه. اختي هاكي هاد البسطام ديال السيد اللي كان معاك. انا شكرا اخويا، حليت لقيت فيه شي 1500 درهم. الله على همزه وشي كارت فيزا معرس ديال من، وحد الصوره اللي صدماتني كان مروان مع السي احمد ولا لا لعيبه وساره. ويلي عندك يكون هذا هو ولدهم؟ دابا انا خدامه في دار حبيبي، خاصني بعدا نعرف المشكل اللي عنده معاهم. واخا هذا ليا هكا وقمعني، ندير فيه حسنه ونرجعو لدارو. الله يحجبني، ديما كندير الخير. شديت ديك الفلوس والتصويره في صدري ولحت المصطاب. شديت طاكسي للفيلا، لقيت مع الحساس مات من الضحك على الشراوط اللي لابسه. ولد الحرام بغا غير يعصبني، خليته ودخلت. مشيت نيشان الكوزينه، لقيت ما يخدوش طال عليها القرده. هذا واش وقت ديال الخدمه عدوي؟ بلاتي غير نشرح ليك، عاودت ليها كلشي الا القضيه ديال مروان. اويلي حياتي شي كامل درتي غير من البارح اليوم، هما اللي كيجبدوني. واش بنتي شويه لاباس؟ لاباس الحمد لله. الله يعطيك شي عقل، شي نهار غتجيبها في راسك. كتسمحت قلبي قرقيب لداخل، واش رجعتو؟ ما خدوش. رجعوا. سي احمد عنده شي مشاكل في الشركه، داكشي علاش رجع وجاب مراته وبنته. انا ما سولوش عليا؟ سولو قالها ما سولوش، وقلت لهم راك مريضه.
ربي يخليك ليا ما يخدوش ساره السلام دادا، واخا تصايبي لي قهيوه ما يخدوش. هي الاولى يا بنيتي ساره. ايمان حبيبه كيف بقيتي؟ انا الحمد لله شويه خلعتينا عليك وزايد توحشتك ولفتك. ساره بنت ظريفه ما كتعتبرنيش خدامه، بالعكس دايره لي بحال اختها وكتعاود ليا كاع اللي كيطرى ليها مسكينه غير هي، ماشي بحال خوها. ساره بغيت نهضر معاك في هاد الموضوع. ساره واخا يلا نطلعوا للبيت، نيت حتى انا عندي ما نقول لك. دادا جيب لي قهوه للبيت. طلعنا للبيت وجلسنا هي كتسناني نهضر وانا مقلع عويناتي فيها بحال الا خفت نهضر. ساره غير تدوي مالك اخوك علاش خرج من الدار مبقاش رجع؟ ساره باستغراب علاش كتسولي؟ انا سمحي ليا ساره ما قصدتش والله، غير حيت انتي كتعرفي ما كتعرفيش داكشي علاش استغربت. اه ماشي مشكل ساره، خويا كان خاطب بنت عمي مروه كان كيحمق عليها، كانوا مفاهمين بابا وعمي فرحانين ليهم. حتى لواحد النهار خويا دخل الدار معصب، مش عند بابا قال ليه ديك البنت ما بقيتش بغيتها. بابا مفهم والو، سولو علاش، ولكن مروه ما بغاش يدوي. بابا قال ليه هادشي راه تبرهيش، بقى مصر باش يتزوج بها، ولكن خويا حتى سميتها كراها المحوايج وخرج من تما ما شفناهش. ناري هاد مروه العالم عندو عائله بحال هادي ومخليها. انا ما كرهتش الراس زمان لور نتلاقى والديا واخا غير دقيقه واحده. اجبت التصويره وعطيتها ليها. واش هذا هو؟ ساره اه هو، من جبت التصويره واش بغيتي يرجع للدار؟ ساره ما كرهش يا اختي توحشتو، انا غنرجعو لوسطو. ساره مالك كتعرفي؟ اه كنعرفو، ما في خبارهاش هذاك راه حبي. حنا كنهضروا ولا لا نايمه حدا الباب كتسمع ولكن كاع ما شفناها وكتبكي. واش بصح تقدري ترجعي؟ انا اه معلومه لالا. ساره غا كتحلمو. ساره بلا حقره اختي غدا غتشوفي خوك كلمه واحده. لالا نعيمه بلا ما تبقي تبكي عافاك دموعك غاليين. عدوستي خاصني نصبغها شويه. نعيمه قولي لي خالتي يا بنتي. انا واخا خالتي. ساليت معاهم الهضره ومشيت جمعت الدنيا كملت خدمتي حتى الليل ودوشت ولبست دوك الشراوط ديال البيبي ديالي. قبل ما نمشي هضرت مع خالتي نعيمه وقلت لها ما غاديش بكري على قبل موضوع مروان. مشيت شريت بلاكل وطلعت لديك الخربه كليت ونعست. اصبحنا اصبح الملك لله عند مروان. من بعد ما خرجت من ديك البنت مشيت مباشره للخدمه، لقيت روين نايضه على قبل شي دراري كيبيعوا الكوكايين. شدينا هو ولا كيراز الحربه باقي مضر لينا. مروان شنو الجديد؟ مراد واحد في الدراري عطانا سميت نقرا ياسين، مراقبين كاع الاماكن اللي يقدروا يبيعوا فيهم ودايرين حملات كبيره، الكليات الليسيات القهاوي ديال الشيشه ابتسام. اغلبيه اللي كيفرقوا الكوكايين قصيرين، هاد العصابه كتستغلهم باش تروج السموم بسميتهم. مروان القوليه نقرا ياسين ومراد وابتسام الشاف خرجوا من عندي. تفكرت ايمان ضحكت بلا ما تشعر. غتكون رجعت للدار توحشتها بالصياع والله كدير شي تصرفات ديال الحماق، ولكن ديك القضيه ديال الدموع بقى ضراني في راسي. داك النهار فرشختها ما طيحاتش ولا دمعه وحده. درت انتي في جيبي جبد بصدامي ما كنلقاش. اه فين مشى؟ قابلت البيرو كامل والو، كون خليته في القهوه زعما. هزيت لافيست وسوارز خرجت بالزربه القهوه واحد التصويره الوحيده اللي عندي ديال عائلتي كاينه فيه. انا خويا ممكن واحد دقيقه؟ مروان انا كنت هاد الصباح واش عقلت عليا؟ الزربه اي اه من بعد داكشي اللي طرا عادي نعقل عليك. ما بانش ليك واحد البسطه بحال نسيتو؟ اه راه عطيتو البنت اللي كانت معاك. الا بنت ديك القبيحه. شكرا الله يحفظك. الزربه العفو الحمد لله. ملي عند ايمان مشيت للدار دخلت وكنعيط ليها، عاد فكرت بلي هي ما عندهاش سوارت واخا يكونوا عندها من بعد داكشي اللي طرا في الصباح غتكراني. اه الزهار دوش وناس كنت عيان. اصبحنا واصبح الملك لله. فقت صباح كنت كسال دخلت دوش لبست كسيوه كحله حدا الركبه كاع كاشفه ولكن كتبين لاطاي ديالي. طلقت شعري ولبست برديله بيضاء اللي ولات كاع كحله ورجعت قررت كنفكر كيف ندير حتى نجيبو الفيلا. ديما وحل راسي ما كندخل السوق راسي تفو نوض نجلس والو تبلوكيت اوف. اه ناري مالي حمارة. اه التليفون هو الحل ولكن كيف ندير ناخدو ليه؟
إيمان مالك تكلم لختي سيري لعندو. لا ما مشيش عندو، يحسب لي غير طايحه فيه ولا سامحاه. مالك ما طايحاش فيه؟ وي ولكن عزت النفسيه كل شيء. اه وفاش بستي فيه كانت عزت نفسك؟ كل ما كنتش عزت نفسي كون ما عرفت شنو درت. وإيمان وفكري في خالتك نعيمه. لا هي لا اه لقيتها من بعد ما بقيت بقيت مع راسي صافي لقيت الحل. واخيرا باش نتلاقاه خرجت من الدار وانا عارفه بلي في اي لحظه ممكن نمشي عند سيدي ربي. عند مروان فقت خاسر ما رشقش ليا، لبست حوايجي ومشيت مباشره للخدمه. دخلت وتبعوني الدراري. مروان لقيتوه؟ مروان وي راه شدينا ولكن راه مبغاش يدوي عينا معاه ولكن والو. ياسين باقي نراقب البلايص اللي يمكن يترصدوا فيها. ابتسام اكتشفنا واحد الحاجه خطيره من بعد ما دينا الدراري المصحه اللي في السجن كيف قلتي لينا. عرفنا بلي كانوا كيمنجوهم وكيدير لهم عمليه جراحيه في الجهه اليمنى من الجنب ديالهم، كيحطوا كميه ديال الكوكايين كيعاودوا يخيطوها هكا كانوا كيهربوا الممنوعات. ضربت ايدي مع البيرو هادو ما عرفتش من نوع كيفاش كيعطيهم خاطرهم يديروا هكا. مراد والله يسرنا هادو راه ما كاينش في قلبهم الرحمه. مروان حتى انا كنت متاكد ما غنرحمهمش. ابتسام شافت قال ما شويه راه غادي نشدوهم. مروان فين هو هاد النقره ولا الجالوق؟ مراد صافي انا غنتكلف به. مروان مراد بلا ما تطلع لجدي القرده. ياسين راه حطينا على تحت مع الاخرين شلقت عليه حطيته مع الاخرين. واش انا خدام مع المدلخين؟ طلقته وهرس كاع داكشي اللي كان في البيرو. مراد ومالك صاحبي شنو واقع؟ مروان هودو شوفوه راه تلقاو مات. سمعتي مات؟ مراد ابتسام وياسين كيفاش؟ اش كيحسب ليكم؟ هذاك راه الشاهد الوحيد اللي عندنا في نظركم غادي يخليوه. كيسمعوا الدقان مروان دخل. حمزه الشاف واحد من الشباب بهم جاتو سكته قلبيه. مروان ها يلا تكلفوا نتوما، بغيت العشيه تكون عندي النتيجه ديال التشريح وعرفوا لي شكون قتلو. ابتسام ومراد وياسين الشاف خرجوا. بقى مراد. مراد قهوة؟ بغيت والو. مراد شنو كاين؟ عاود ليه كل شي على إيمان. مراد كيضحك كيموت بالضحك. مروان ود غبر عليا زلافس كان اللي حمار داير في كراسي. مراد والله ما كنضحك عليك راه غير هاد البنت مقطع الوراقة صاحبي. مروان بزاف ولكن راه ملاك كيتمشى على الأرض. مراد من فعيلها وديال الشيطان صاحبي. مروان ما عرفت فين غتكون دابا حتى بصطامي معاها. اه بلا ما تبقى تحلم به خصوصا الا كانوا فيه الفلوس. مروان والله ما على الفلوس غير في واحد الصويره باغيها. مراد ودابا كيف غتلقاها؟ ما عرفتش. مراد شفتك جمعتي معايا يلا سير سير شوف خدمتك حتى الليل نخرجوا. يلا حتى الله الشاف يلا خدموا على هاد القضيه مزيان. مراد الشاف اخرج. بقيت خاشي راسي في الدواسه الخدمه كانت كثيره حتى وصلت حدا الكوميساريه وبديت كنقلب على شي سناك ولا ريستو. نهرس لبهم جاج باش يجيبوا ليا البوليس ونمشي عند حبي. حتى كيبان ليا واحد مول كرواسه كيبيع ساندويتش مع جوج صحابو البنت اللي داز كيتبسلوا عليها وما باينه فيهمش ماكريه. البنات كيتخلعوا وانا ندير بالناقص من شي ريستو ولا سناك. مشيت قاصداهم. خويا ممكن تصايب ليا واحد؟ الولد هاد زين كامل بغا غير واحد. الولد اه على التوت. الولد ممكن نمرة انا شناهو؟ درت بحال الا غنمشي بحالي. انا ضرب الزربه وبداك الحصى دفعت الكروسه وجريتها من واحد الحديده وعاودت دفعتها برجلي حتى تقلبات. انا كنغوت هزين هاد التوت وهاد النمره يتركت الدومه. حسيت بهم غينفجروا في ديك اللحظه والدخان غيخرج ليهم من ودنيهم باش يتعلموا يبقاو يتعنبوا. الولد واش انت مصطيه؟ والله احسن يوم غنقتلك. جبدوا جناهم من تحت راولهم. الولد الثاني والله هي اليوم تردك كفته واش مريضه انت ولا مالك؟ وهاللي ما بغيناش كحلتها ناري يا ماما تمي تراجع باللور كنشهد. حتى وقفوا عليهم واحد زوج حماليقه ما عرفتش كيفاش داروا اليوم حتى خلاهم مغيبين وغارقين في دمياتهم. تخلعت منهم بقيت راجع باللور حتى دخلت في شي حد درت بالزربه ولقى واحد الزين واحد البوكوس. اش غنقول لكم الفورمه عنده بحال ديال مروان وعويناتو زرقين مع الشمس كيبريو والحيه مطراسيه والشعر مطلع شهب وقيله كاوري. وايهو كيشير ليا بيدي. او انا اوف بغيت نقول شكون انت؟
نسيت هادوك اللي مورايا، على اللي شاف الزينك غيبقى يفكر. سلام، انا يانس الاخ مغربي. وي شنو سميتك؟ انا ايمان. يانس سميتك زوينه بحالك. شكرا، ولكن ما فهمتش شنو بغيتي. شاف مورايا ودوا مع هادوك العمالقه. جيمو في الطوموبيل. انا بسلامه يانس، بلاتي باغي ندوي معاك. كنت معاك ماشي هنا. لا اسمح لي، ولكن ما غنفعكش، ما كان غنمشي معاك حسب الحصة. يعني سوا خا نجلسو غير في الطوموبيل راه شويه ويجيو البوليس. فكرتيني، شفتهم تحت له. يعني سمنيتك، راه انت اللي غتمشي فيها. جابو هادوك الطوموبيل حسن حنانة. يلا طلعي. احلف ما دير ليا شي حاجه. يعني كيضحك. واطلعي طلعي واحلف والله ما نقرب ليك. اوكي لا حيت حلفتي. الا حنتي عذبك الله. طلعت وجلست. انا كنت معك، كنت البارح في القهوه وشفت داكشي اللي درتي وسمعتك، وحتى اليوم في الصباح سمعتك انا. وعلاش؟ حيت عجبتيني الليل كامل وانا كنفكر فيك، ما قدرتش نعس. عمر طرالي هكا مع شي وحده، بغيتك من اول نظره. شنو هو مال هذا؟ هو بصح زوين، ولكن انا كنبغي البوكس ديالي مروان. فسر عليه، واصلا ما ارتاحش ليه، بان ليا غير طالقه. من البارح اليوم ولا كيبغيني كيدار ليها، ولكن حتى انا دغيا بغيت مروان. يعني كيف سمعتي؟ انا صدمتيني. عادي، وانت في كي جيتك؟ واخا نمشي راه عندي ما يدار. يعني بحالاش تراك خسرتي الخطه ديالي، كوني دابا كملت داكشي اللي جيت لهنا على قبله. اش من خطه؟ انت كلك مصائب. انا صدمني. صافي يلا بلا ما تقلقي دوي، انا راه نقدر نعاونك. زعما يعني جربيني. كنت بغيت البوليس يشدوني باش نقدر نشفر التليفون ديال الكوميسار. يعني سينا كوميسار مروان قاطعني. واش مروان العمراني؟ واش كتعرفو؟ ملي وجهو تبدل تعصب، بقى كيشوف فيا شي شوفات في شكل. انا وادوي يعني لا ما كنعرفوش. دابا شرح ليا شنو باغا ديري. صراحة هاد مروان خو صاحبتي، هو مخاصم دابا مع دارهم، وانا عطيت الكلمه للدريه باللي غادي يرجع خوها للدار اليوم. يعني سو التليفون لاش بغيتيه تشفرو وديه للفيلا ديال والديه، وفاش ما غيلقاهمش غادي يشك يدير جي بي اس وغادي يمشي عندهم. شفتي انا ذكيه. يعني كيموت والضحك. وعلاش كضحكيك؟ ما سمعتيش الكتاب؟ يعني فين هو الذكاء اللي عندك المكلخه؟ واخا كاع يمشي ليه التليفون وغادي يكلف شي حد من الدراري اللي معاه باش يلقاه. اوف وشنو ندير؟ والمهم انا غادي بحالي. يعني مبغيتيش نعاونك؟ بصح مثلا عيط في التليفون وقال شي واحد يصيفط ليه مرض دمرمان. هاي هاي باينه فيك مرفه عندك محبك صاحبي. يعني شويه، واش الفيلا ديالهم هي اللي مشيتي لها البارح؟ انا جا ميساج في التليفون مبتسم. تسني نهضر في التليفون نحل لك هذا المشكل. انا اوكي عند مروان. كتخاشي راسي في الخدمه حتى صونا ليا التليفون. هاد المره ما كنعرفهاش. الو يعني سالو مروان العمراني. وي شكون معايا؟ يعني كنصحك ما تبقاش تنبش في القضيه ديال الكوكايين. ما تصمم بلاصتي، كنا نعرفك راجل بان ليا هنا. يعني ما تعصبش غير بشويه عليك. مروان لقاك نلقاك واخا تخبى تحت الارض. يعني تقدر بسهوله نغبرك كيف درت للنقره. مروان راك ما كتعرفنيش مزيان، ما تقارنيش بهذاك الميكروب. حتى انت ما كتعرفنيش، ولكن غادي نعطيك عليا واحد الصوره زوينه ملي غتوصلك خبر عائلتك. مروان عرفتي وتقرب ليهم حتى قلت لك يا شماته. قطع عليا، بقيت عارف ما ندير. ضغط وليت كنفكر غير في الحوايج الخايبين. يا ربي ما يبقى لي والو. خرجت كنجري، ركبت في الطوموبيل وسقت باقصى سرعه عند يانيس. انا يانيس 28 سنه، البوس ديال اكبر عصابه لتهريب الكوكايين في افريقيا. عازب، ولكن مش في ديك البنت اللي بحال لبوقه في القهوه زوينه وقويه والفورمه عندها واعره عجبتني. وقررت ملي خاصني ندوز معها شي ليله حمراء. الصباح عاوتاني صدماتني من دار داك التصرف، ولكن اللي صدمني اكثر باللي هي كتعرف مروان وباغا تعاونو. وتعصبت، ولكن حاولت ما نبينش لقيت ليها الحل. اصلا انا كنت غنعيط ليه. يعني صافي، انا شنو اللي صافي؟ يعني صدرت معاه وقلت حياة عائلتك في خطر، هو دابا غادي عندهم. انا زعما تيقك. يعني سوي اكيد، واخا ديني الفيلا. يعني مرحبا،
عند مروان. وصلت من الداخل ويحبسني الحساس. اه سيدي فين داخل؟ مروان راني مزروبة مساليش ليك. خليته كيهضر ودخلت كنجري كندق وكنصوني والو. مشيت للباب ديال الكوزينة دخلت لقيت دادا. مروان دادا فين الوالدة والوالد؟ دادا غير شافني وهي تلح عليا وكتبكي. هاد المرأة معتبرها امي التانية. خدوش الله يا ولدي الله توحشتك، مشيتي مبقيتي سولتي له والو. مروان تاني توحشتك. بس ليها راسها دادا عفاك فين هو الوالدة والوالد؟ راني مخلوع عليهم. خدوش راهم لداخل في الصالون معاهم حتى سارة. وصلني شكرتو ودخلت من الكوزينة لقيت مي خدوش كتنخصص. اويلي هادي مالها؟ مي خدوش مالك ياك لاباس؟ خدوش ولدي مروان جا اليوم شحال توحشتو. ياه والله حتاجة غنطير بالفرحة حلفي بالله حتاجة. وكنفرس ومالك فرحانة بحال إلا جايين فيك الخطاب؟ أنا والو علاش غنفرح؟ فين جالسين؟ خدوش في الصالون وخا أنا نمشي عندهم. خدوش واقيلتي فين غادة؟ واش خرج لك العقل؟ غادة غير نتصنط عليهم ما غاديش نجلس معاهم. ما خليتهاش غادة طرت من حدا حتى وصلت حدا الصالون. بان يا مروان ما دخلش عندهم مخبي مورا الحيط وكيشوف فيهم باين فيها طايح عليه الطيم. اما هما عاطينها الضحك وتكركير. اوف باين ما غيدخلش عندهم خاصني ضروري ندير شي حاجه. مشيت من موراه بلا ما يحس بيا انا ندفعو بالجهد باش تدفعني حتى طاح واحد الفاز وما يدور. تما كانت الصدمه. مروان دار عندي كيشوف فيا وما كيشوفو فيه انا كنشوف فيهم باختصار موقف محرج. عندي انيس جالس في الشركه ديالي اللي هي اصلا غير مجرد تمويه باش نبعد عليا الشبهات. عصام جيب لي كاع المعلومات على هاد مروان. شوق نتلاقاه. عصام اوكي البوس. ما عرفتش اش غيكون واقع دابا في الفيلا ولكن اللي متاكد منه هو هذيك المصيبه غتكون دارت شي مصيبه. ما عرفتش علاش ما كتحيت من بالي. دوينا في دقه واحده. خالتي مروان ايمان عمي مروان خالتي كتبكي ولدي مروان ساره خويا مروان دار عندهم. ما عرف ما يقول حتى جاب با عنده كيجري جرو عندو عنقو. فين مشيتي وخليتينا؟ مروان غير ساكت باقي ما استوعبتش اش طاري. جات مو حتى هي ملقاتو جمعات فيه بوسان وتعانق وحتى ختو خدات حقها منو. هاتي جلس ولدي مروان واش نتوما بخير؟ ما طرات لكم حتى حاجه اليوم؟ عمي شيطر لينا ولدي حنا بخير. اه خويا بخير. نعيمة كنت عارفك غادي اليوم داكشي علاش طيبت كاع داكشي اللي كيعجبك بيدي. مروان كيفاش كنتي عارفه؟ سارة إيمان اللي قالت علينا وعداتنا باش ترجعك للدار. اش هاد الفرشة ناري ناري تفو عليكم غير سمع سميتي ناض من بلاصتو ولا جارني من يدي وهو معصب. شوف انا ما درت والو. مروان داك التليفون اللي جاني عندك به شي علاقة؟ انا ساكتة. مروان بدا كيغوت ودوي زير ليه على عنقي وانا كنحاول نتفك منه والو. وحتى من بابا كيجر فيه ما بقاش بغا يطلقني. شفيه ونموت لي في ايدو حتى جرات امو وهي كتبكي. احق سني انت حسن. مروان قسما بالله وغتبقي حتى غنهرس لمك داك الفم. امي مالها؟ مروان ما عرفاش تربيك. صافي فاش قال هكا لساني تسرد وبديت كنشوف غير في والديا. والدي ديالي راهم ميتين. عند مروان ما عرفت علاش من قلت ليها امك ما عرفتش تربيك تبدل اللون ديالها وجبدات بلاصه كندوي معاها وما كتسمعنيش. سارة خويا ايمان مالها؟ مروان ساكت. صافي عجبك الحال درتي لها هكا؟ الوالده ايمان بنتي واش بخير هضري معانا؟ ما فهمت والو. ندمت لاش دويت معاها هكاك ما لقيت ما ندير وانا نصرفقها حتى شهقات وعنقتها حيت خفت عليها. بصح هي كدير زبايل ولكن انا متاكد بلي قلبها ابيض. اما الدار بقاو غير مقلين عينيهم فينا. جلست وعطيتها الماء. واش دابا مزيان؟ انا بغيت لك القرط فيهم. مروان راه غنضربك. خالتي اش بغيتو؟ كنتو مهنيين من الصداع. ساره والله ما كذبتي يا بنيتي. كلشي بدا كيضحك حتى انا ولكن الداخل ديالي كاين كيتقطع حيت هما عائله وحده. اما انا ما عندي حد وحسيت مروان حتى هو مخربق. خليتهم جالسين ومشيت طلعت نجمع البيوت حتى دخل عليا وسط الباب. اش باغي؟ تي خدامة هنا وكذبتي عليا ومن بعد مالك؟ مروان ايمان ما رضيتش نقول لك فين خدامة وصافي. مروان وشكون عيط ليا؟ يانيس واحد الدري طريف وكيبغيني. دفعني على الحيط حتى حسيت بظهري تقيت تقسم. هو العروق ديال راسو
بانو بكثرة العصاب وعيني حمارو صراحة بان فن. كتجي معاه تخبيشة هي ظهري مروان كيغوت، واش عارفة اش كتخرج على فمك؟ هذاك اللي عاجبك راه مافيوزي مجرم قتال، راه مش حال هذا وحنا كنقلبو عليه. ودابا با يا غتقولي ليا منين كتعرفي ولا غندفنك حنا؟ عاودت ليه كل شيء، نهري ونشدو ونحرق جد بمو، انتي غتبقاي تباتي هنا في الفيلا ما غاديش تخرجي بوحدك حيت راه ولات حياتك في خطر. انا ما يقدر يدير ليا والو، حتى كيبغيني، شدني من شعري وجرني عندو، يد خاشيها في شعري ويد على الخصر ديالي وقرب ليا. كانت لحظة رومانسية بامتياز، شد ليا وجهي بإيديا بجوج حتى جمع فمي. نسيت ديالي وأنا بوحدي اللي عندي الحق نبغيك. أنا مصدومة، كتبغيني مروان أكثر ما كتصوري، حلف بالله والله حتى كنموت عليك. سبحان الله اللي شافني كيبغيني، واش أنا زوينة حتى لهاد الدرجة؟ حيد إيدي من وجهي وخنزر فيا، حتى أنا كنبغيك، ممكن تأكد لي هادشي وتحلف ليا مروان؟ ممكن جدا أنا مصدية. بقيت كنضحك، مروان بصح كتبغيني ولا غطلق عليا؟ كنحمق عليك نسيي، راك رديتي ليا قلبي، عنقتو وحسيت بواحد الإحساس فشكال، يمكن حيت أنا ديما بوحدي ما عرفت، ولكن ما كرهتش نبقى ديما خشية فيه. مروان خاصنا نمشيو دابا. فين؟ كوميسارية؟ لا لا ما غنمشيش معاك، باش تصفي توصفيني انا داك المجرم كيف داير ورسم غير رسمه. اه واخا، هبطت انا وياه لتحت قال ليهم اللي كاين كاع ما كذب عليهم، غير هو ما قالش ليهم كيبغيني، دبا ليهم غير على يانيس تخلعوا، ولكن هو هدنهم وحيد الرجال باش يحرسوا الفيلا. ومشينا للكوميسارية، دخلنا للبيرو ديالو وهما يجيو زوج دراري وبنت، واحد فيهم هو اللي كنت قربة لسامعها نهار شفار مروان. دراري هادي ايمان هي كتعرف البوس، ما كنعرفوش غير شفتو، مالك باغي تلصق ليا مونتيف في سام؟ هضري بادب انتي، نطم بلاصتي، شنو حبيبه انتي اللي غتعلميني الادب ولا شنو؟ مروان ايمان قلتي كيفاش كتخدم معاه بحال هاد النوع؟ يعني صرفقاتني حتى دارت بنت الحرام ادها قاسها، رجعتها ليها وضرب سلام واحد. انت واخا تكون كتلعب الكونغ فو عندها كيف دير تفك مني؟ حيت حكمتها مزيان. مروان جا كيجر والدراري كيجرو، حلفت لطلقتها هبط ليها راسها حتى الارض. مروان طلقيها بلا ما تخليني ندير فك شرع يدي، لا باش تعلم تقرب ليا. كلشي تجمع عندنا في البيرو، شي كيضحك شي كيتعشب، وانا نجرو هما يجرو حتى وصلت للطواليت وخشيت لها راسها في التقبة. مع الطواليت خانزة، الدرية حسيت بها سخفات، بديت كنضر فيها ونركل ونعض، ما بقيتش عارف براسي حتى مرمق لي داك الزمر. انا مروان، انا مروان ايمان، سكتي غير سكتي. انا سقلت ملي صغير كندور في عينيا، اما ديك الصفريطه مسكينه غيبات وحتى حد ما زعما يقرب لها حيت ولا سخانسه. انا وريتها الادب كيف داير. مروان ياسين عيط لومبيلونس، الشاف بقينا واقفين حداها كنستناو في الاسعاف. مروان غير مخنزر، حتى داك الدري الاخر اللي دخل البيرو معاهم كان كيشوف فيا شوفات ديال القتيله، ما فهمت والو، ولكن ديك الريحه خنقاتني. فاش غنبقاو واقفين هنا راه تخنقت. مروان انا غنوريك غير بلاتي دابا هنينا ولا غنفلع سمك، راه صبرت لك بزاف. ما الفيلم نخلص بقينا شي 20 دقيقه، عاد جات الاسعاف دوا ومروان جرني البيرو. واش عارفه شنو درتي؟ دافعت على راسي. مروان زدتي فيه بزاف، راك تعديتي على ضابط شرطه في اوقات مزاوله تعب عليه. عارفه وعارفه باللي ما حدك انت معايا حتى حاجه ما غدر عليا. نصبخو شويه باش يفكني من هاد المصيبه. كيف ما كان الحال هو راه الكوميسار. مروان وكل ما كتشاناش غادا ديري، ولكن انت كاين حدايا. انا مروان ما عندي حتى حد بلقيتك، ما بغيتش نخسرك. مروان راه والله حتى غنقتلك شي نهار، ايمان كتعصبي تقدر تقتلني تسخاب الحب ديالك. مروان غنقتلك ونقتل راسي معاك بحال روميو جولييت. مروان ما روميو قتل حبيبته نبيلة؟ انا لا، ولكن ماتوا بزوج. مروان انتي وحدك ما منك زوج، واش غتدخلوني الحبس؟ مروان خاتم ابتسام ما ترفعش عليك الدعوة، ما تخافيش انا غندوي معاها. اسمح لي يا بيبي. مروان ما تبقيش عاودي، واخا شي لا وجهها في ثقبة ديال الطواليت، واه كاين شي حد بعقلو كيدير هكا؟ عندها الزهر ما بلتش على جدها، اش يحسب ليها راسها؟ صافي حيت هي بوليسية تبات تهز تحط عليا، هي اللي عيراتني، واش انا درت لها شي حاجة؟ ما
امي جاوبتها ضربتني ياك ما يحسب ليها خبيز بايت. مروان الله يصبرني وصافي، هضرتي كتدخل لك من ودن وكتخرج من الاخرى. سمعنا الدقان، مروان تفضل. رسام رهجة، هاد مراد مع رسمان وكيقنزر فيا كما حتى هو شي قتله ديال العصا. مروان واخا دخلوا. ايمان واش بصح حتى انا؟ اه دخل الرسام جلس هو كيسولني وانا كنجاوب، وفي ما كنجاوبو كنبين الاعجاب ديالي بيانيس. ومروان غير حاضيني، ما كرهش يتلحى ليا قجني، فرحت حيت بانت ليه بانت عليه الغيره. رسام شكرا انيسه. سي مروان ها هو. مروان شكرا، تقدر تمشي. خدا مروان التصويره بقى شحال كيشوف فيها بواحد الكره والحقد، تقول قاتل ليه باه. مروان عطيني نشوف. مروان الا كنتي باغاه سيري عندو بلا ما تصدى ليا مخي. مالك كتهضر معايا هكا مروان؟ كتعصبيني وسمعتي، كتعصبيني. انا شفت كيفاش كنتي كتوصفي فيه بحال الا كتموت عليه. راه كنت بغيتو كاع ما نوصفو ليكم، ودابا سير بعيد مني نتانيت. بغيت نعاونك ندمتيني، بغيت نخرج ويجرني عندو حتى تصاطحنا وانا ندفعو. مروان مالك؟ فيا الجوع. فيك الجوع؟ اوكي فين تبغي نمشيو نتغداو؟ ما عرفتش فين بغيتي. واخا يلاه بلاتي نتفاهمون دابا. علاش ديري شي تصرف ماشي هو هذاك؟ نمشيو نخليك وجي عمرك باقا تشوفي زعما. مروان ما كنضحكش. واخا سيدي غير الله يخرج هاد الخرجه على خير وصافي. داني واحد ريستو زوين حدا البحر كلاس. السربايه السلام عليكم. مروان وايمان سلام. مروان شنو بغيتي تاكلي؟ هزيت المعني شفتها وطلعت راسي فيه. على ذوقك. راه غير ما فهمت والو في هذا المعني، كل شيء بها بالفرنسي، ما فهمت حتى العربيه، بقى لي غير هذا الزبل. مروان كيف ديما وجيب المدام بحالي. مشى السربعي عاود شنو قلتي دابا؟ مروان قلت لي يجيب لك بحالي. ولا انت قلتي ليه المدام؟ شد ليا في ايدي. اه مراتي حبيبتي، غير نسالي هاد القضيه ديال داك المجرم وغادي نتزوج. حنيت راسي زعما حشمانه وانا ما كرهتش نتلحى عليه، بغيت ندير زعما داكشي ديال البطل اللي كتحشم. انا نتفكر اهم حاجه انت تدي منه. مروان شنو عاوتاني؟ انا سيت نبك. مروان مالك ثاني؟ فين هو الخاتم؟ مروان ضروري تخربق لنا الاجواء حتى تجيب لي الخاتم مع الدوي في الزواج ولا هيك مسقره. مروان ايمان ما كنضحك معاك حبي. عندي يانيس. يانيس لا ما نقدرش، مستحيل ندير هادشي. المجهول اللي بغيتي، المهم ترحم على اختك. شنقت عليه يعني؟ تمشي وتقرب ليها نقتلك. مجهول وقيلا تجاوزتي الحدود. حيت ابدي عليه يعني اسمح لي. مجهول اليوم سمع خبارة، يلا الله يعاون. يعني علاش مستغلوهاش باش نبعدو مروان من طريقنا؟ مجهول وقيلا راها بيعات بيك. يعني حنا نخطفوها ونخليو يعني يدير اللي بغينا. مجهول بغيتي دير ليه كيف درت ليك؟ المهم لقى الحل، لقى الحل لهاد المشكلة في أقرب وقت. ولا راك عارف أش نقدر ندير؟ خرج من عندي وتحت الأرض. شنو ندير دابا؟ بديت كنتفكر. هادي 3 سنين قبل كنت خدام في البنك، كنت عايش بخير، عندي عائلتي الصغيرة، الأم ديالي، أختي اللي عندها دابا 21 سنة، أب ديالي الله يرحمه حتى جا النهار المشؤوم. كنت خدام على شي حسابات وبصدفة اكتشفت بلي كاين شي اختلاسات كبيرة واقعة في البنك. بغيت نتأكد، مشيت عند المدير ناوي ندوي معاه، ولكن قبل ما ندخل سمعتو كيهضر مع شي حد في التليفون. سمح لي ولكن راه اختلسنا بزاف هاد الشهر، خفت غير نتفضحو. المدير لا ما يمكنش، انا قلت لك اللي كاين. تعصبت ودخلت عليه. انا غنفضحكم، غادي نوريكم 4 شفارة، غنصيفطكم كلكم الحبس. المدير يانيس بعد على هادشي ولا غتجبد عليك غير نحل. انا نصحتك يانيس، الحل هو اللي غادي يهجم عليكم. وعقل على هضرتي، المدير ما عندك حتى دليل. كنشير ليه بالوراق اللي في ايدي، ها هو الدليل اللي غيدينكم. المدير دير عقلك اولي وخلينا نتفاهمو. خليته وخرج، مشيت قاص الكوميساريه حتى وصلت ليها باغي ندخل. هو يصوني التليفون. الو هدى خويا عتقني، طلقوا مني طلقوا مني خويا. يانيس الو هدى، الو الو هدى. المجهول الا حطيتي رجليك في ديك الكوميساريه غير نسى راه عندك اختك. يانيس شكون انت؟ واش بغيتي من اختي؟ ما عندي ما ندير بختك، انا باغيك انت. يانيس عافاك ما دير ليها والو، ندير اللي بغيتي غير ما تقربوش ليها.
من بعد هادشي وليت ايد اليمنى ديال البوس الحقيقي، واختي من داك النهار وحبسها كيوريها ليا غير في الكام، ما عرفتش فين مخبيها. والام ديالي مسكينه ماتت بالقلب، حياتي كامله ضاعت وما شكيتش، ولكن باش يطلب مني نغسل الانسان اللي دخلت ديال قلبي ما نقدرش. جابوا لينا الماكله، مروان كياكل وهو ساكت، وكيف ديما خاصني نزبلها. الحب ممكن سؤال؟ مروان مرحبا، مالك مع مروه؟ غير سولته بدا كيكحب وحلتها ليه مسكين. هكا المها كلمه، غير شويه عليك، مالك ما كتعرفش تاكل؟ نز راسو خنزر فيا واحد خنزيره، حتى كنت غنطلقها في سروالي عاود. واش دابا مزيان مروان؟ بخير على راحتك. مروان كيفاش؟ بديت كناكل وما جاوبتوش. ايمان كندوي معاك، مالك مكنخ ولا ما كتسمعش؟ على راحتك، ما بغيتيش تعاود وما صافي بلاش حتى حاجه. ما بزز مروان هذا الموضوع حساس، خلينا نتغداو دابا، كون غير نتا انا شبعت. مروان يلا بلا ما تبدا يتمرض عليا. صافي ما قلت والو. مروه كانت هي كل شيء عندي، بنت زوينه باريه، كنت صغير وانا كنحلم نتزوجها، خدمت وترسمت الحمد لله، مشيت خطبتها من عند عمي، كنا مزيانين حتى ويسها وسكت. بغيت ليه الحياة بكره كيخمم فيها، ابو الحق انا اللي فكرته في ديك السمره. ايوا شنو وقع من بعد؟ مروان حصلتها مع صاحبك؟ تخليني نكمل ولا نوض بحالي؟ اه يلا كمل. كل ما كان الفضول اللي قاسني والله حسن قلب على جد بوك هالطبلة، وسير بحالاتك، شكون تها فيك؟ مروان حصلتها مع بنت عمتي. واش فهمتيني؟ ما فهمتش. واش كانوا معها شي دراري؟ لا هما كانوا مع بعضياتهم. كيفاش زعما؟ واش كدوي من نيتك؟ وامي كلشي بقيت كنضحك كنضحك كنضحك. انا اللي حمار اللي داير في كراسي، وكنعاود ليك نمشي نخلص ونمشيو بحالنا. واخا واخا نمشي للطواليط ونجي. مروان اوكي. مشيت للطواليط وطحت في الارض بالضحك، طيرني. تخيل داك الموقف، غسلت ايدي وتميت خارجه وانا نتلاقى مع ولد عمي كريم. تصدمت، حسيت براسي غنتخنق. ايمان انا كنشوف فيه ساكته. ايمان واش لاباس؟ ما قدرتش ندوي معاه، ضربتها بجريه. خرج من ريستو كنسمع مروان كيعيط ليا، ولكن ما تسوقتش ليه، بقيت شحال وانا كنجري حتى تقطع عليا النفس. وقفت وسط الشانطي، ما بقيتش عارف شنو واقع، كنشوف الناس وكنسمع صوت الطوموبيلات، ولكن تكنسيت. حسيت بشي حد جرني بالجهه تحت تحت انا وياه. ايمان واش ما غتموتي؟ غير كنشوف فيه ما قادراش ندوي. انا كندوي معاك يا بنادم، ما دوي. صرفقني حتى تحت الارض. اه وعدتيني، شنو كيوقع ليك؟ والو شنو واقع ليا؟ مروان اجي معايا. مشينا للدار ديالو، جلست فوق الفوتاي وجلس فوق الطبلة، وشد ليا في ايدي. انا عاودت لك مشكلتي، عاودي ليا حتي سنتي دابا باش ترتاحي. حيت ايدي، مبغيتش نهضر في هذا الموضوع. جا حدايا عنقني وزيرها ليا، خلينا معلقين ودفي. زيرت عليه حتى خشيت الطفاري في ظهرو. تخنقت مروان، بغيت نبكي، بغيت غير نبكي، نغوت. توحش عائلتي، واش عارف بلي هما ماتوا؟ شفتهم، انا شفتهم كانوا كلهم دم. علاش طراني هكا؟ علاش؟ وحتى فاش عشت مع عمي ومراته كانش كيعاملني مزيان، ولدهم كان كيغتصبني. بغيت نعرف علاش كيطرى ليا هكا، علاش؟ مروان ما دواش، بقى غير معلقني وكيسمع ليا. خلاني حتى اخويا كاع داكشي اللي في قلبي هاد بعدني عليه شويه. كان وعدك غنسيك في هادشي كامل. جمع لي يديه وجهي بيديه وبس لي فوق راسي. بغيت ليه الغرق المو، هكا يبوس لي هكا راسي. اوف انا ديك البوسه سير كولها، بغيت بوسه هنا. وكتشير بيه لفمي حتى كيصوني التليفون. مروان الو، دا الهوت بارلور. وي ياسين. ياسين ابتسام فاق صوره مصره ترفع داو على ديك البنت. مروان واخا حاولت لهي على منجي. ياسين اوكي شاف. انا سمح ليا. مروان علاش؟ حيت كندير لك غير مشاكل، عارفها بعدا. عرفتي شنو؟ ما تسمحش ليا اللي كيبغي يتعامل معاك. زوين مروان ياك؟ لا لا، بدا كيهرف فيا وانا كنضحك وهربان عليه. طلعت مروان مقطع الورق اكثر مني، غير كيبغي يدير فيها راه معقلو. وزمرت تسير فيك ليا هذيك الحريره وترجع. مروان ما سخيتش بيك، وحتى انا بيبي. مروان بقاي في الدار حتى نجي، تخرجي لحتى بلاصه. قلت لي خاصني نبقى في الفيلا. مروان بقاي دابا هنا حتى نجي ونديك الفيلا.
وعلاش نمشي للفيلا وما نبقاش معاك هنا؟ مروان واش ما كتساليش من السؤال؟ يلا صافي سير غبرك بمارسك. مروان اوف اجي اجي حبي عنقني وعاد سير غنتوحشك. مروان غادي للقمر مثلا ولا غير شويه وغادي يرجع؟ وهاك واخا هكاك نتوحشك عنقني. مشى مروان وانا دخلت الدوش وضربت واحد النعسه. يا سلام عندي انيس جالس في البيرو ديالي وطالع لي الدم. عبدو 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 وي سيدي هاك هاد العنوان ديال الفيلا بغيتك تبقى حاضيها حتى تخرج منها واحد البنت سيرها زوينه وشعرها كحل طويل ديوها لابارتمون ديالي. عبدو واخا شي حاجه اخرى سيدي يعني سمن بغي حتى حد يعرف هاد الشيء. الرجال اللي غادي معاك خاصهم يكونوا ثقه. عبدو واخا سيدي كون هاني يعني يلاه تقدر تمشي. عند مروان وصلت للسبيطار قلبت على الغرفه اللي فيها لقيت ياسين قدامها. مروان ياسين شنو واقع؟ ياسين كانت بغات تعيط للمسؤولين وانا حيت لها التليفون وصلت الفرمنيات باش ما يعطيوهاش باش تهضر. مروان واخا يلا شكرا سير انت دابا. الله يعاون الشاف. دخلت عندها كانت جالسه كتدور في عينيها وجهها كله مقموش يديها فيهم لاطراس ديال عطان. الصراحه ايمان جرت لعاتها. مروان سلام ابتسام الشاف كيف بقيتي؟ جلست حداها كيف غنكون كلي مدقدقه. مروان والله يجيب لك الشفاء. ابتسام امين شاف انا غرفة عليها دعوه غنوريها بلي القانون ما كيرحمش اللي بحالها واخا اللي بغيتي ولكن فكري شنو غتقول لهم. ابتسام وضح اكثر واش غتقولي لهم بلي بنت عاديه دارت هكا في ضابط شرطه ممتاز؟ ابتسام وشنو نخليها تفلس فعلتها؟ مستحيل. مروان هاتيك غادي تولي مراتي غير حيدها من بالك. ابتسام تسيرات مراتك وانا؟ مروان انتي شنو؟ ابتسام شدتني في ايدي انا هي اللي كنبغيك وكنحماق عليك انا هي اللي من ديما كنتمنى غير نشوف فيها وديها فيا. مروان ابتسام انا كتبكي خليني نكمل عافاك. انا هي ديك البنت اللي قبل ما كتنعس كتبقى تفكر في شنو ناقصها حتى ما نديهاش فيها. حيت ايدي من يدها. ابتسام اش كتخربقي؟ ابتسام الحقيقة هي هادي. مروان ألف واحد يتمناك ولكن أنا قلبي داس واحدة أخرى. ابتسام ما بغيتش دوك الألف بغيتك غير نتا حس بيه عافاك. مروان سمحي لي يا أختي ولكن داكشي اللي كتفكري فيه راه عمرو غادي يكون. ابتسام مروان مروان عافاك ما تمشيش. خرجت من عندها خليها ساكت بكي ما عندي ما ندير ليها. مشيت مباشرة للكوميسارية خشيت راسي في الخدمة حتى وصلت 8 ديال الليل عاد فكرت بلي خليت ايمان بوحدها في الدار وحتى الماكله ما كايناش الثلاجه عندي كتصفر. خرجت بالزربه في طريقي خديت لينا ما ناكلو. عندي انيس ما عرفتش هادشي فين هي غيخرجني كنت ما كنحملش الظلم. توحشت الايام اللي كنت فيهم بحال شي صفحه بيضاء ما بغيتش نظلم هاد البنت. يا ربي عاوني يا ربي وريني الطريق الصحيح. كنسمع الدقان دخول. عبدو سيدي الدري اللي قلتي لي راه دابا في لابارتمون ديالك. يانيس ما لقيتو معاه حتى مشكل. عبدو لا حنا درنا ليها مخدر على نيفها وما قدرتش تقاومنا. يانيس واخا يلا سير دابا. اوف هزيت صور ديال الطوموبيل ومشيت لابارتمون باش نشوفها. فقت لقيت مروان باقي ما جاش والدار ما فيها ما يتكال كلشي ضراتني وجاني الملل. شحال التلفازه درت كاع الاذاعات ديال الهنود ما لقيت غير الحموض الله يغرق الجد بهم شقف. فيلم واحد كيبقاو يعاودو فيه يعاودو فيه حتى كنكرهوه. عاود قلبت في مزيكا جهت الصوت وعطيتها غير شطح كنشطح كنشطح حتى سخفت حتى كنحس بشي حاجه هابطه مني جيت نشوف لقيتها. تبارك الله العاده الشهريه جاتني. مشكله هادي ما عنديش الفوطه الصحيه. مروان ايمان مروان لاش جيتي؟ مروان وقيلا هادي داري ولا ياك ما غلط في العنوان. لا بغيت نقول فيا الجوع ناري على حصله كيف دايره وجهي ما عرفتش كيف ولا كيف ما عطيشها حتى من عقلي تبلوكا ما بقيتش قدرت نفكر. اه عارف راه جيت لينا جبت لينا ما قصيو انا غير كنشوف جا حدايا. مالك واش وقع لك شي حاجه؟ شوف دابا هو انا حضرت راسي وحشمت زعما من نيتك حشمانه دويا المصيبه. مالك اش واقع؟ جاتني العاده الشهريه ذوقتها لي بعدا اش غادي نقول يلا بعد العاده الشهريه. مروان كيضحك بغيتي تقولي لعبه الوداد هذا مالو كيضحك عليا انا نوريك. الا بغيت نقول جيب ليا ولويز من الحانوت حيت ما عنديش. مروان شنو هو؟ لا حتى هذا ما نقدرش نمشي نجيبها لك.
ماشي لخاطرك، انا خاصني ضروري. مروان ما عرف شنو عاجبني فيك، يتسلط عليا. اي كلشي اي امي. مروان مالك؟ اجي جلسي. واش نديك للطبيب؟ لا غير جيب لي معاك الفانيل ديال الوجع. وحابسه الضحكه. مروان شنو باغي تخليني نتوجع؟ راه كنتقطع بنادم. مروان واخا اوف واخا، يلا غير صبري انا غنجيب لك داكشي اللي بغيتي. شكرا يا حبيبي. مروان ما حبيب حد، انا ديما خاصك تبرزطيني. مشى خرج وانا تسرحت بالضحك. انا اللي بنت ما كنقدرش ناخذ من عند مول الحانوت، كنحشم. بقى غير هو عندي انيس. دخلت لابارتمون مشيت حليت البيت، حتى كنصدم بواحد البنت بحال الحوريه في الارض، مربوطه لها يديها من اللور ورجليها وفمها مسدود، كتحاول تفك راسها، كدير حركات بحال شي سمكه خرجناها من البحر. عويناتها كانوا عامر الدموع والخلعه باينه فيها. بلاتي هادي اش كدير هنا؟ وفين ايمان؟ وفا عبدو شكون هادي اللي جبتي ليا؟ ناقصني غدا. قربت حداها حليت لها رجليها هما اللولين من بعد يديها وهي حيدات لصقه من فمها. بقات شحال كتشوف فيا وهي دفعني، تما تهربانه زعما، ولكن انا شديتها جريتها حتى للبيت ولحتها فيه. شكون انت وعلاش جاي مني هنا؟ عافاك خليني نمشي. يانيس شنو سميتك؟ ساره. ساره جلسي هنا ساره، ما تسمعش صوتك والا غتشوفي شي حاجه ما غتعجبكش. صرا هاد الفعيل ماشي ديال الرجال، سمعتيني؟ جايبني هنا وحابسني، ما عرفتيش حتى اشنو باغي دير بيا. اش من بشر انت؟ عصباتني وانا نصليها معها حتى داز ليها الدم من فمها. راه قلت لك سكتي بلا ما تخليني ندير شي تصرف ندم عليه. صرا كتبكي وساكته. خرجت من عندها وانا باغي نتفركع. شكون هاد البنت؟ ما كنتش بغيت نضربها حتى انا عندي اختي وما نبغيش لي اديها. ارجع الحب ديالي جاب ليا اللي خاصني، مشيت بدلت ولبست عاوتاني من حوايجو وكلينا حتى شبعنا. حتى كيصوني التليفون. مروان الو. لاطن بلاصو كيفاش؟ مروان صافي غير قطع، انا جاي دابا. قطع ودار ضرب التليفون مع الارض حتى كله تشتت. مروان مصيبه هادي، انت مالك اختي؟ ما عارفيناش اش وقع لها، معرفوها في الصباح وهي خارجه داك الايفون لاش مهرسو تلقاه غلا من اختك. تفوح على بنادم كيعرفش قيمه النعمه اللي عنده. انا هويلي دابا راه جوج اللي فين غتكون؟ مروان خايف غير يكون يانيس مور هادشي. انا لا ان شاء الله ما يوقع ليها والو. مروان يلا تحركي نمشيو للفيلا، عندي يانيس. عيطت على عبدو. الو سيدي واش ما نقدر نعول على جدوك فوالو؟ سمح لي يا سيدي واش غلطت شي حاجه؟ شكون هاد البنت اللي جبتي ليا؟ واش باغي نطرطقوا ليا شي عرق في راسي؟ عبدو انت قلتي ليا البنت اللي غتخرج من الفيلا وهي عندها نفس المواصفات. قطعت عليه وصيباتي مين غادي تكون خت مروان؟ او مشيت جبت ليها ما تاكل ودخلت عندها لقيتها جالسه في الرجا بهرج ليها وخاشيه وجهها في رجليها. ساره هاكي الماكله، بغيت نمشي بحالي. ما تخافيش راه ما غاديش نعاديوك، ولا جبتوني هنا ناكلو بعدا ونقول لك. هاد البنت باينه فيها نيه والخوف باين عليها، كتخرج الهضره غير بزز. ما فيا اللي ياكل، ولكن انا فيا الجوع وما كنبغيش ناكل بوحدي. نوضي يلا نوضي اجيك تاكلي معايا. صرف واخا كتاكل بواحد الطريقه راقيه. عويناتها كيبريو بالدموع. صرا الحمد لله شبعت. يانيس بالصحه دابا عاود ليا. يانيس شوفي راه القضيه معقده، انا ما كنتش بغيت نخطفك، انت كنت باغي ايمان البنت اللي كتخدم عندكم. صرا ايمان علاش اش دارت ليك؟ ماشي لخاطري، راه كان باغيني نقتلها ولا يقتل اختي. سارة شكون هذا؟ يانيس البوس. البوس والو ما عرفتش علاش كنعاود ليك. شدات ليا في ايدي وهي كترعد وكتبكي. عاود ليا راه باين فيك محتاج تخرج داكشي اللي في قلبك. زيرت لها على يدها وعاود لها كلشي والدموع كيهودو من عينيا. حسيت براسي ارتحيت من دويت معها صدماتني، حتى تلاحت عليا وعنقاتني. ما تخافش كلشي غيكون بخير. يانيس ما نظنش، خاصك ضروري تهضر مع مروان، هو راه كوميسير يقدر يلقى لك خصك. بعدت عليها. لا ما يمكنش، راه غيقتلوك غيقتلوها. انا اختي هي اللي عندي في الدنيا، وهاد الناس ما كيعرفوش شي حاجه سميتها الرحمه. ساره ثق فيا مروان، مروان هو اللي غادي يحل لك مشكلتك. يانيس لا 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 هي لا. ساره كتغوت، واش عاجبك اختك تبقى بعيده عليك ومع دوك الفختاله اللي ما كيرحموش؟ سمع عطيني التليفون عيط لخويا ولا عرفتي يلا نمشيو عندهم الفيلا. يانيس خايف لنكون سبب في موت اختي. ما تخافش
وصلنا الفيلا ومروان غير كيصوت كيعاير غا بوحدو. دخلنا لقينا خالتي نعيمه وامي خدوش دايرين كنازه، اما عمي جالس مصدوم. خالتي غير شافت ولدها وهي تلهى عليه وكتبكي. نعيمه: مروان جيب لي يا بنتي، الله يا ربي بغيت بنتي. مروان: امي بلا ما تخافي راه غادي نلقاوها. عمي احمد: فين هي دابا؟ واش عارف شي حاجه؟ ساره: بابا. كل نظرنا يانيس. مروان طار على يانيس وبقاو مضاربين معاه بزوج صحاح. حسيت مراتي كانت تفرج في كومبا، كل شيء كيفك وانا بعيده وكنت متاع فيهم. شحال زوينين سبحان من خلقهم. نعيمه بنتي شوفي كي ديري ليهم، الله يعطيك السر. خالتي: انا كيف غنديروا؟ نتوما كاملين ما قدرتوش عليهم، تخاف غير يجيبوا فيا شي دقه. نعيمه: عارفك حريميه. عفا بنتي. حريميه يا كعدوس، هادي هي النظره اللي واخده عليا، انا اللي مصالحك مع ولدك. واخا خالتي. هزيت واحد الفاز شيرت عليهم، جا غير في مروان يدو ولات كل الهدم، وعاود هزيت كاس من الطبله جبتو ليانيس في راسو. مروان: ما الزمر، واش باغا تقتليني؟ يانيس: اي راسي، واش هادي مسطيه؟ انا: الزمر ما معبريناش، كتقاتلو قدامنا. نعيمه: راه قلت لك فكيهم ماشي صيفطهم للقبر. اش هاد التبرهيش، بقيتو كتحتارم واحد؟ شرحوا لنا دابا شنو واقع. مروان: هذا الوالد راه مجرم خصو الاعدام. يانيس غير ساكت وكيشوف ساره. ساره: لا خويا، وراه كيدير هكا غير على قبل خصو. مروان: ساره بقاي بعيده باينه، عمر لك راسك. ساره: خليني ندوي مالك هكا. مروان: تيرك ما عارفاش شنو كيدير، عنده عصابه كيستغلوا الدراري الصغار، كيهربوا بهم الكوكايين، واش نق عليه. مروان: غير قول كيفاش كتقدر تنحس بالليل. يانيس دفعو: ما كنحسش بنادم، عيني ما كيتغمضوش، انا ما اختاريتش هاد الطريق. واش بغيتي نخليهم يقتلوا لي اختي؟ انت اختك غبرات عليك غير نهار كنتي غتسطى، وحس بيا. عمي: لقيت فاهم والو. نعيمه: حتى انا ما فهمت والو. ساره: انا نشرح لكم. عودت لهم القصه كامله ديال يانيس من الاول حتى الاخر. مروان غير كيكذب باش يخرج راسو. يانيس: ما بغيتيش تيق، انت حر. انا: واخا ندوي. مروان: غاسكتي انتي. مروان خنزر في يانيس زعما: جمع مخك، انا بغيت غير نعطيها الحل. بغيتوش بالعكس. ساره: دوي راه عارفك كاينه. انا: لا صافي. عمي: دوي بنتي انا كنسمعك. شوفوا دابا الا بغينا نعرفوا البوس فين مخبي اختي يانيس، خاصك يانيس تخلي شي واحد برجلك يوصل ليه بلي راك كتبغيني وراك ما ناوي لا تستغني لا تقتلني. هكا هو غادي يتعصب ويفكر يقتلني ولا يخطفني. مروان: واش عارفه اش كتقولي؟ يانيس: ما نقدرش نغامر بيك. ساره: فكره زوينه هادي، ولكن كيفاش غتعرفوا فين كاينه هدى؟ يانيس: راه ما كاينش الحل. مروان: ما نقدرش نخليك ديري هكا، انا فهمتك فاش كتفكري. مروان: ما عندناش البديل، خاصك تثق فيا. عمي: مروان دير ديك البنت في بلاصه خصك، واش بغيها تبقى بين يديهم؟ ساره: مروان عافاك، ما تخافش على ايمان، هي راه قد المسؤوليه. مروان: اجي معايا ايمان. طلعت انا وياها للبيت، سد الباب وعنقني. علاش كطيري؟ واش كان ضروري تغامري؟ انا حبيبي على قبلك نقدر نموت. هذا مالو هدا ليا فين مهدي؟ راه الحلم ديالي ها عباد الله نخدم مع البوليس ونجد المجرمين، خصوصا اصحاب المافيا. مروان: ماشي سهل كيف كيحسب ليك. بيك كل شيء سهل، ما خليتوش يجاوبني. انا يلا نهبطو، اللي يحسب ليهم كديروا شي حاجه. مروان: خلينا نيت. مروان: ويلا نهبطو. مروان: كتحشمي زعما، الله يمسخك. نزلنا عندهم. مروان: يانيس واش كتظن بلي البوس ما كيراقبكش؟ يعني سوي رجال ديما تابعيني. مروان: هي عارفك هنا. لا انا هضرت مع واحد من رجالي تنكر بصيفتي انا وخرج من عندي، ركبت طوموبيلتي وحنا خرجنا من الباب اللوراني وشدينا تاكسي. مروان: يلا خلينا نمشيو للكوميساريه باش نجدو الخطه. يانيس: اوكي. انا: واخا ساره عطيني شي حاجه نلبسها اختي. ساره: واخا طلعي البيت خدي اللي بغيتي. طلعت لبيتها، لبس سروال البيجامه اللي خارجين طيهوط في الزرق، وتيشيرت قصير في الابيض وفيه الكتبه بالزرق مع سبرديله كحله. طالعه هاد ساره شابه حوايج سعداتها، عندها غير ماركات. فاش نتزوج مروان غادي نشري حتى منه. انا نمشي. مروان: شنو هاد الزبل اش لابسه؟ هاد الزبل راه ديال خصك، ولا كتعرف تحكر عليا غير انا؟ ماشي وقت هاد الشيء يا مروان. واخا واخا لالا، والله يا امك حتى نخرجها غير صبري،
صبري عليا نسالي هاد المصيبه. ويلا دابا صراحه انا غنمشي معاكم. مروان ما عندك فين غدا؟ انا غدا هي غدا بابا دوي معا عمي ديها ولدي راه تخليك حتى تمشي وتبعك. مروان ولصق الله يستر. يلا زيدي مشينا اركب يعني حدا مروان انا وساره اللور راه كامل هما كيهضروا انا كاع ما كنسمع فيهم. كنت كنفكر واش هاد البوز شي تيسيز ولا غير شارف. وصلنا حدا زعزعاتني ساره عاد هوت ليهم من الطوموبيل. مروان مسكين بقى كيشوف فيا حسب لي خايفه. دخلنا وعيط على الدراري مراد وياسين. ديك ابتسام كاع ما بانت ليا غتكون بقى مريضه مسكينه الله يشافيها. مراد شنو واقع؟ واش عارف شحال في الساعه؟ راه 4 ديال الليل دابا. مروان بغيت فرقه تكون واجده غدا في اي وقت للمداهمه. ياسين بغيت معدات احتاجهم باش نركبهم الايمان هكا نقدروا نعرفوا بلاصه صافي. وما تنساش لاسلكي صغير باش نقدر نسمعها وتسمعنا. ياسين واخا شاف مراد واخا تشرح ليا شنو واقع بلاتي هذا ماشي هو اللي رسم الرسام. هاد مراد كيخنزر دخل ليا الشك في راسي. مروان انت شفتي الرسم تاع اصلا؟ مراد راه شوف راه شفتو فاش رسمو مالك نسيتي؟ مروان اوكي. مراد ما غتقولش ليا شنو كاين؟ مروان دير داكشي اللي قلت ليك من بعد وتعرف. واخا شاف مشى مراد خلى ليا الشك يدور حدايا ما حملش هذاك بنادم. مروان دوي مع رجالك باش يوصلوا للهضره البوس. يانيس راه هضرت معاهم. ساره ما تخافش يانيس ان شاء الله خصك ما يوقع لها والو. جاب ياسين داك التخربيق بقاو كيلصقوا ليا فيهم. مروان ويانيس كيهضروا وينصحوا فيا. عاودي غسكتو راني باقا نعاس هضرتكم غا كتبرز ليا مخي ما فهمت فيهم والو. وصلت ديك 6 الصباح مروان مسكين على البيرو ناعس. مشيت قربت حداه وتسكيت على الحيط حتى هو كيشخور. وصار في الفوتوي خليتهم ناعسين وخرجت بلا ما يحسوا. كنت غير غادا ما عرفتش فين حتى وقفه ثانيه. واحد الطوموبيل كحله كبيره هودو منها رجال صحاح ولابسين كوستيمات. واحد فيهم عطاني كروشي حتى طحت لط مبقيتش قدرت نتحرك. حيدوا ليا كاع الاجهزه اللي داريا مروان غير هما نساه واللاسيكي اللي فودني. وهزوني خشاوني في الطوموبيل وداروا ليا باندا على عينيا. انا في الاول كاع ما كنت خايفه كنت دايره هادشي غير ضحك. اما دابا شدني الرعب ديال بصح وتقف قيفه والبوله حبسها غير بزز. وقفوا الطوموبيل وجروني حتى لواحد البيت حيدوا ليا الباندا ودو واحد فيهم. نسمع صوتك خبار فراسك. خرج معاها غندور كيبانوا ليا شي 20 بنت جالسين كيمشيين وضعافات مساكن عند مروان. كنا خدامين ما عرفتش كيفاش داري نعاس. فاش فقت لقيت ساره ويانيس ناعسين ولكن ايمان ما كايناش. يحسب ليا في الطواليت ولكن ما لقيتهاش. واش كاين هادي فين غتكون مشات؟ مروان يانيس ساره فيقوا. يانيس صباح الخير. ساره اوف مالك مفيقنا. مروان ايمان غابره. يانيس كيفاش غابره؟ مشينا لغرفه المراقبه. مروان عثمان بغيت نعرف فين كاينه بالضبط. عثمان بلاتي انا غنشوف. مروان سربي ما يمكنش نعرف واحد الاجهزه اللي عندها ما خدامينش. سمح لي ولكن كنظن راه تكشفات. مصيبه هادي لو وقعت ليها شي حاجه ما نقدرش نسمح لراسي. واخا ولا سيركي واش حتى هو ما خدامش؟ عثمان واحد دقيقه. عثمان شاف راه كنتلقاو موجات منو كنضل راه خدام بلاتي. انا كملت دابا نقدروا نهضروا معاه. خلع لي المنظر ديال البنات. ايمان خاصك تكوني قويه فكري في مروان اللي ساق فيك ويانيس اللي حط امله كلها عليك باش ترجعي ليه خصو. سلام البنات. البنات كيشوفوا فيا مصدومين وساكتين. انا راه من البوليس وجيت باش نخرجكم من هنا. بنت وحده فيهم راه انتي خاص لي يخرجك راه حنا مده حاصلين هنا بزاف منكم تعاونوني راه بوليسيه. انا هنا حيت بغيت نعاونكم ماشي حيت هما قدروا يوصلوا ليا. البنات واش بصح تقدري تخرجينا؟ انا وي شكون فيكم سميتها هدى؟ انا واش كتعرفين اختي؟ كنعرف خوك يانيس. هدى كتبكي يانيس. ايمان واش كتسمعيني؟ مروان كيهضر. انا وي حبيبي. مروان واش انتي بخير؟ بخير وراه لقيت هدى ومعاها شي بنات. يانيس ايمان هدى واش لاباس عليها؟ ما تخافش عليها كنوعدك غادي يردها لك. مروان واش ما عارفه سميت البلاصه؟ تحل الباب ودخل واحد توتو زوا ناني ربي قلبي غادي يسكت. دار ليا حركه بصبعو باش نجي عنده.
بغيتيني جي عندي، ماشي خدامه عند باك. ما انا كنت جالسه، اعطاني برجليه الكرش حتى حسيت بها غتقطع. اي كرشي مروان ايمان، واش تي بخير؟ البوس نوضي. قفت عنده بزز، كرشي ضراتني ومع فيا العادة الشهرية. واو، وحنكي تنفخ بديك الكروش اللي عطاني. ما تحملتش، ومع ذلك قلت ليه وانا راسي مرفوع، ما تحلمش براسك غتبقى حر. غتشد غتشد، كتسمعني؟ البوس شكون غيشدني؟ انتي مثلا انيسة. ما كرهتش نشدك في زنقة ما كتخرج شبابي انا. لا لا، راجل اللي كيبغيني ما يخليك تشمعت بحالك يأديني. راجل اللي كان حمق عليه هو اللي غيصفيها ليك. البوس بصح، احنا غنشوفو مراد. مراد دخل عندنا. مراد، مراد انيسة المشاكل، مرحبا بك معنا. مروان، هذا مراد. ايمان، حياتك في خطر، شوفي شي طريقه باش تعرفي البلاصه ديالكم. مراد، مالكم صدومه؟ انا شنو زعما درتي؟ دخلت الاشرار بغيتي تصدمني؟ راك عارفه بلي راك كلب ديال البوس، ومروان في خبارو، داكشي علاش تبع التليفون ديالك وعرف فيني انا دابا. مروان معلمه، راه ما عرفتش كيفاش ما فكرتش فيها. عثمان، شوف ليا مراد فين. عثمان راه كاينين بعيد من هنا بكيلو. صافي مروان، احنا جايين، حاولي تلهي البوس بلا ما تخليه يمشي. عثمان صيفط ليا اللوكاليزاسيون التليفون دابا باش نبقى متواصل معاه. عثمان اوكي شاف. مروان، سارة بقي هنا مع عثمان. يانيس يلا معانا. ياسين يلا تحرك انت والفرقه سربيو، ما عندناش الوقت. البوس واش انت بالين؟ تفضحتي بهذه السهوله، قتلوه. مراد العافاك، انا ما درت والو، تيراو فيه قدامي حتى طار الدم على وجهي، انا بلت بسروالي بالخلع، والبنات مساكن بان ليا صفارو والنفس ما كيطلعوهاش. البوس وعلاش كتخرجي في عينيك من الخوافه بحال هكا البواله؟ انا راه كانت فيها غير البوله وبلت. مراد راه ما تفرش ما والو، انا غير ضحكت عليك، شفتي بلي انا ذكيه عليك السي البوس. جبد الفردي وحطو لي على راسي. بقي معاش هذا اللي يضحك على البوس. انت ماشي راجل، ولا بغيتي تقتلني مرحبا. انا الرعده شاداني وكنشهد، ولكن كنحاول نربح الوقت ونعرف يقدروا الدراري يوصلوا في الوقت. البوس جيبو هذيك، كيشير الهدى جابوها، وقفوها قدامه. حيد الفردي من راسي وحطو لها على راسها. البوس راجل ولا ماشي راجل؟ يعني ايمان حنا وصلنا، عافاك عتقيها، ما بغيتش نخسرها. راجل راجل، عافاك ما تاديهاش. البوس ركعي عند رجلي وبوسي ليا صباطي. شنو هو؟ البوس واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة. طاح البوس حدا رجلي غارق في دمو. هزيت عينيا كنلقى قرطاس كيطير والدراري مضاربين مع رجال البوس. أنا هو داك اللي جلسي حدا البنات حتى رجع. هزيت الفردي ديال البوس وسديت الباب على البنات. خرجت كانت من الشجر من الحيط حتى بالي واحد باغي يضرب يانيس، وسيريت فيه. أنا رد البال، رد البال راسك. مروان شاف فيا وهي تجيه راسها تلكتفو. مروان، خويت الفردي كامل في هذاك اللي ضربو ومشيت كنجري لعندو وتفركات بالبكا. مروان وينو كتحمقي وانتي كتبكي؟ انا عطيتها غير البكا. البوليس قدر يغلبهم، يعني تلقى ختو فرحة بها بزاف. البنات الاخرين رجعوا لديورهم وحنا مشينا للسبيطار. خفت على مروان بزاف، ولكن الحمد لله الجرح كان سطحي، وبسبب هادشي تفكات عندي العقدة وليت كنبكي. ودا جات سكنات معانا في الفيلا، ويانيس سلم رسول البوليس، تحكم عليه بعام حيت تعاون مع الشرطة، وقام ديك الأعمال تحت تهديد. داز عام دابا أنا في دار راجلي وحاملة في شهري الثالث الحمد لله. كنوجدو دابا الخطوبة ديال يانيس بسارة وياسين بهدى، وفرحانين. ربي عوضني مع عائلة حنينة كيبغيوني بزاف. أهم واحد مروان. نهاية سعيدة للقصة وبداية جديدة للحياة، وكنتمنى أن كل البدايات والنهايات تكون سعيدة لينا وليكم إن شاء الله، وإن شاء الله يتحقوا جميع الأمنيات ديالكم. اللي كيتمنى شي حاجة الله يعطيها ليه ويكمل ليه بخير فيها. إلى عجبتكم القصة ما تنسوش ديروا لها لايك، خليوا لي تعليق فيه الرأي ديالكم، وشكرا لكم. نتلاقاو مع قصة أخرى جديدة إن شاء الله.